أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا من الحياة بفكركم بإيميل البرنامج from life at دوت كوم ومستنيين تعليقاتكم مستنيين أي أسئلة عايزين تسألوا فيها في أي موضوع إحنا بنناقشه في برنامجنا زمان كان ما كانش في موبايل ما كانش في كمبيوتر ما كانش في التكنولوجيا دي وكان لو ولد عايز يكلم بنت كان يبعت لها أخته أو يبعت لها واحدة قريبته أو لو جريء أوي يكتب لها ورقة ويرميها لها في سكتها. لكن النهارده لو ولد عايز يكلم بنت هيكلمها في أي وقت وفي أي مكان عن طريق الموبايل عن طريق الفيسبوك والشات في مليون طريقة غير تفكير الأهل اللي اتغير والحرية اللي عايشين فيها شبابنا. موضوع حلقتنا النهارده هو موضوع شبابي والشباب بيتكلم. هنشوف شبابنا النهارده هيقول ايه ومعانا شباب النهارده حلوين في كريستين دينا فادي اهلا بيكم وضيف حلقتنا القسيس الشاب ماهر مقار راعي الكنيسه الانجيليه دينا اهلا بيك يا قسيس ماهر اهلا بيك اهلا بيك شكرا موضوع انا لو قعدت افكر وقت في جيلنا وجيلكم فانا هحسدكم وهبقى متغاظه منكم واحنا بالنسبه لكم بالنسبه لكم يعني مظلومين جدا 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 بس عايزه اول حاجه ابتدي بيها هو حد فيكم في الجامعه او بيدرس ان طيب اني واي انا عارفه ان في المجتمع اللي احنا عايشينه ده الدراسه مش مرتبطه بال بالسن يعني انت ممكن تقعدي عمري كله وتدرسي احلامك ايه او احلامكم ايه انا عايزه كل واحد هيجاوبني كريستين دينا فادي احلامكم ايه لبكره او بتفكري في المستقبل ازاي كريستين كمستقبل لحياتي بفكر اولا يبقى اي هاف اللي انا بحبها اللي انا عايزاها ابدا اشتغل بيها شغلانه مستقره بتجيب دخل كويس انا متاكده منها وانا حباها بعد كده ابدا اكون او ابدا في تفكير ان انا اكون بيت مستقر انا بالشكل اللي انا عايزاه اوكي دينا آه يعني انا مع كريستين في حاجات كتير من اللي قالتها آه الدراسه بالنسبه لي مهمه لازم يعني نفسي اخلص آه دراستي واشتغل شغله كويسه وابتدي آه بقى يعني يبقى آه عندي شغلة واقدر اشتري بيت والحياه تبقى مستقره اكتر مش زي ما ابقى بس في الدراسه يعني البنات بتفكر كده الولاد بقى يا فادي بيفكروا ازاي انت احلام خالص <applause> يعني من زمان الاولاد يفكروا يتجوزوا يقعدوا في البيت خلاص <applause> بقى, بقى هي جهزت عامل ايه بقى خلاص يعني احلامي احلامي ليا انا شخصيا ولا احلامي للمستقبل بتاعي ولا احلامي اه احلامك للمستقبل انت بتفكر في المستقبل ازاي او انت في مرحله بتعمل تخطيط يعني لحياتك لغايه ما توصل مثلا يا تعيش كده زي ما انت عايش عادي مش لازم مش فارقه معاك قصه بيت او تحقق مستوى تعليم معين ايه اللي انت بتفكر فيه او اولوياتك أحلامي إن أنا أكبر في شغلي، يعني الشغل اللي أنا فيه دلوقتي إن أنا أكبر أفضل يعني مفيش مستوى مفيش ليفل هقف عنده، لا في هفضل أكبر وأكبر، فده حلمي إن أنا أفضل أكبر في شغلي وأعرف أكبر وأحقق أحسن حاجة يعني ده يعني الحلم ده مش يعني مش هيجي عند مرحلة ويقف، هيفضل كل شوية لا في مرحلة تانية عايز أوصل لها، إذا كنت أذاكر حاجة مثلا تساعدني في شغلي أكبر شوية، أتعلم حاجة جديدة تساعدني في شغلي أو ان انا اكبر يعني ايه اللي انا هعمله ايه اللي انا محتاجه ان اعمله علشان اكبر يعني مفيش مش هيوقف بس كشغل لا شغل ما احنا ده موضوع كبير بقى يعني, يعني انت مستقبل بالنسبه لك او ان انت هدف بتسعى هدف شغل بس ولا في مجموعه اهداف ومن ضمنها شغلك اه لا, لا يعني دلوقتي انا انا بتكلم عن دلوقتي انا بفكر في شغلي ايه يعني لكن كل حاجه بقى دي حاجات كتيره بقى هنتكلم حلمي علاقتي مع ربنا حلمي في في ارتباطي وجوازي حلمي في شغلي حلمي في علاقتي مع الناس في خدمتي فالحلم ده يعني هتكبر اه طيب ايه اللي مش عاجبكم في الدنيا اللي حوالينا او في المجتمع او في اهالينا في حاجه مش عاجباكم ولا أنتم راضيين على كل حاجه ولا عاجباكم طريقه الحياه دي و... ايه؟ قولي امم يعني بالنسبه لطريقه الحياه هنا في امريكا oh. آه، شويه الدنيا هنا سريعه يعني ما بنلحقش ناخد وقتنا في كل حاجه يعني ما بلحقش اخد وقتي في ان انا اخرج واقضي وقت لا لازم كل حاجه بسرعه عشان عندي بعد كده هعمل كذا آه، في دراستي مثلا لا لازم بسرعه عشان خاطر الحق انجز في شغلي نفس الفكره في يعني احنا اليوجوال دايما بنبقى بيزي في الشغل والدراسه موست of... يعني اغلب الاسبوع آه، ما بلحقش الاقي وقت بقى ان انا اعمل الاكتيفيتي بتاعتي الحاجات اللي انا عايزاها دي اكتر حاجه يعني اكتر مشكله يمكن بتقابلني انا انه مش ما فيش وقت ان انا اقضي الحاجه اللي انا عايزاها حاسه انه انا لايك like a ماشين اي هاف تو دو عندي ده وده وده ولا إيه اللي انت عايزاه ومش ملاحقه تعمليه؟ يعني مثلا ان انا اكون متواجده في الكنيسه اكتر اكتيفيتي اكتر في الكنيسه مش بلحق اعمل كده لانه طبعا عندي شغلي وعندي دراستي فصعب انه أو يعني يبقى كل ده يمكن انا بروح الكنيسه بعمل يعني بارت اوف اكتيفيتيز بدنا everything لانه صعب بالنسبه ان انا اوفق كل ده مع الشغل والدراسه يعني هي دينا Um, well, في سايكل هنا في ال... يعني في أمريكا بالذات إن الواحد لازم يل... يلتزم بدراسة وبعدين شغل وبعدين آ... يعني في ارتباطات تانية كتير حتى الكنيسة. بعدين الكنيسة دراسة تاني <applause> اه بالظبط وبعدين دراسة تاني وحتى الم... يعني الكنيسة ال once a بس كلنا بيبقى عندنا خدمات كتير نعملها ف... تجمعات الناس بس بتقعد فيها تريلاكس مع بعض او يبقى عندك وقت لنفسك مش مش بيحصل كتير يعني بنسى ان اقعد مع نفسي شويه لان الدنيا بتمشي بسرعه وفي مسؤوليات لازم يعني تخلصيها ف في الاخر بتلاقي العمر كده جري سنه جريت وبعدين طب انا يعني فين انا حققت ايه؟ ايه اللي انا نفسي اعمله؟ لا يعني مش اللي انا نفسي اعمله بعمله انا بعمل الحاجه اللي الدنيا بتفرضها عليا عشان امشي مع السايكل بتاعت الدنيا، الدنيا هنا بسرعه قوي يعني غير اللي انا بسمعه عن مصر بس طبعا ما عنديش يعني هو ما فيش اختلاف قوي بس آه يعني شايفه لا في وقت طبعا مؤتمرات وخروجات او او في امكانيه ان يعني بعد الشغل ممكن يبقى في خروجه لكن هنا شغل خلاص اليوم اتقتلوا وبعدين هي كنيسه يوم واحد بس في الاسبوع think اه اي ثينك في شويه يعني بسيطه اختلاف يعني فادي سؤال تاني معلش طيب ايه اللي مش <applause> عاجبك في الدنيا او في المجتمع اللي احنا عايشينه او في طريقه الحياه احنا بنتكلم على هنا في امريكا صح أوه. فرق ما فرق لا, بين لا مصر المجتمع هنا. اللي احنا عايشين هنا آه طبعا الدنيا مختلفه عن مصر كلنا يعني انا بالنسبه بالنسبه لي انا جيت هنا حاجه و20 سنه فطبعا بالنسبه لي نقله مختلفه في كل حاجه في الشغل لازم هنا بقى كمان انا بقى هنا مسؤول عن نفسي بعمل كل حاجه عن نفسي ما فيش حد مسؤول ما يعني فيش حد اجري عليه مثلا يساعدني ان انا مش يساعدني بس يهتم بيا انا هنا مسؤول بيت مسؤول عن نفسي فدي التحديات اللي بتبقى مع الشغل مع الضغط هنا في كاليفورنيا بالذات عندنا المسافات رهيبه فدي دي تحدي رهيب يعني كل الشباب بتحب السواقه شويه بحب السواقه بس باجي في وقت بقى لا مش قادر دي مثلا ممكن اه حاجه من التحديات اللي انا يعني بعصرها هنا بس لكن ما فيش حاجه يعني ما فيش حاجه ميزر تخليني بقى ابقى تعبان يعني اسيس ماهر انا شايفه شايلين المسؤوليه كده وحسسوني بال يعني تعبت لهم انت <applause> دخلتي دخله دخل صعبه فيهم <applause> <applause> تعبت لهم بس اللي انا عايزاه منك ازاي في السن ده سن الانطلاق والحريه والشباب المبتسم والفرحان ازاي في نفس الوقت يحدد هدفه ويسعى ليه ويكون مسؤول المسؤوليات الفظيعه اللي هم من بدري ابتدوها <applause> ولد وبنت انت واخد بالك يعني انا شايفه البنت بتفكر زي الولد يمكن احنا في مجتمعنا او على وقتنا الولد هو اللي بيفكر في الشغل ويكون نفسه والبيت البنت بتستنى يجي لها جاهز كده يا توافق يا ما بس الوضع اتغير فازاي بقى ده يعملوا لا هو دائما ما فيش خلطه سحريه وما فيش وصفه الواحد يقولها فالدنيا تبقى ورديه بس انا قبل ما اقول اي حاجه يعني انا مبسوط انك انت جايبين وسط شباب يعني <تصفيق> <تصفيق> انا قلت الأساسي الشاب <applause> انا حاسس انا حاسس انه هم الضيوف وانا الشاب <applause> <applause> آه، لا أشق... يعني فعلا عايز اشكركم على ان كنتوا جبتوني في حلقه زي كده انا حسيت اني رجعت سنين ورا كم سنه؟ بتاع سنتين ثلاثه وفادي بيقول انا جيت هنا آه حاجه و20 سنه كنت عايز اقول له يا بقالك لك 20 سنه هنا يعني لا مش 20 انا عارف لا يعني انا انا بشوف انه هم غصب عنهم لانه في جزء كبير اتكونوا بثقافة المجتمع هنا ثقافة المجتمع فعلا بتخلي كل واحد مركز في شغله إذا الواحد طلع بره التراك أو يعني بيتفرم فهو غصب عنه أنه بيبقى كده لكن أنت بتقارني شوية حياة الابتهاج ومش عارف إيه بالستايل الشرقي شوية هو حالة الابتهاج والانطلاق وكده بالإستار الغربي تختلف تماما أنا كل اللي عايز أنصحهم بيه أنه حتة أن احنا نضع أهداف بعيدة أو دي ده أنا بس بشعر أنها مش كلام, مش واقعي لكن ببقى عارف أنا, أنا أتعلم أهداف مرحلية يعني بيقولوا المشوار الألف ميل بيبدأ بخطوة فساعات كتير قوي انا بحلم جامد قوي واغرق في الحلم ده بعدين اكتشف اني بتكعبل في حاجات كتير قوي، لكن انا اجزأ احلامي، يعني انا النهارده سني كذا، انا ظروفي كذا، ايه حلمي في حدود ال ال البدايات بتاعتي؟ ومن من يعني عايز اقول من ال من الحاجات الرائعه إن أنا لما أجي أحط هدف أحط هدف يتحداني شوية، يعني يتحدى الإمكانيات، يتحدى الظروف، مشكلة الشباب لما بيجي يضع يعني لو خدت بالك من اللغة، اللغة اللي اتكلموا بيها تقريباً قريبة من بعض، تقريباً. مشكلة الشباب إنه بيحبوا يقلدوا بعض. يعني واحد مثلاً مثلاً بقول واحد درس طب، طب أنا أنا نفسي أدرس طب. وتلاقيها كانها عدوى يعني لو مجتمع كنسي بيبقى تقريبا الشباب كلهم بيفكروا بنفس الطريقه لو مجتمع مش عارف سكني الناس تعرفت على بعض في سن بعض بيفكروا تقريبا تلاقيهم ليهم سمه معينه حتى الشعوب ليها سمه معينه العادي ان احنا بنحب نقلد بعض لا انا عايز اقول شوف انطلاقك من الواقع بتاعك حط هدف يتحداك بظروفك انت بماهر بكريستين بدينا يعني كل واحد بظروفه ملوش دعوه بغيره مش واحد فتح محل فول وطعميه كل الناس تفتح فول وطعميه لانه انه نجح ممكن ما يناسبش الموقف ده فانا بقول لا يعني سيبك من حاجات الانطلاق وكده لانه سنهم غصب عنهم هم منطلقين بس يمكن بالستايل بتاعهم لكن انا عايز احقق حاجه انا لازم احط هدف يتحداني بس مش هدف يعقدني يعني يعني يبقى مرحلي عشان انجح فيه واوصل لمرحله تانيه، يعني انا مثلا عايز اتعلم القرايه، انا بقول مثال، مش عايز اقول انا خلال مثلا 2011 عايز اقرا سبع كتب، وانا لسه ما بعرفش اقرا، لسه ما مش مقبل على القرايه، انا انا لو اقول اني اني عايز خلال 2011 كلها اقرا كتابين تحديت نفسي لانه انا ما بقراش اساسا وفي نفس الوقت ما عجزتش نفسي فبس يعني انا انا بدرس أشوف ايه اللي انا عايز اوصله في الدراسه انا بشتغل ايه اللي عايز اوصله في الشغل ويتحدى امكانياتي شويه ده اللي عندي يعني دينا في السنه بتاعكو ده في قرارات كتيرة قوي سواء قرارات دراسة، قرار شغل، قرار ارتباط، قرار ممكن يكون سفر كمان لبعض منكم. في كل مرحلة أنت بتاخدي القرار بتاعك إزاي؟ أو لما بتقرري في حاجة وعايزة بتفكري تدرسي حاجه معينه او تشتغلي في كذا شغلانه قدامك القرار بتاعك بتاخديه باي شكل يعني اول حاجه طبعا هبقى عايزه اتاكد الشغلانه دي مضمونه قد ايه ويعني هت هتبقى على مدى طويل ولا جست يعني وقت قليل فعشان ما يلخبطش كل حياتي عشان حاجه بعد كده هتخلص بسرعه وتاني حاجه بابا وماما طبعا العيله بتفرق جدا في القرارات يعني لان انا بكتسب من خبرتهم في الحياه تاني حاجه يعني في حاجات مهمه في حياتي <applause> اساسيات زي الكنيسة وعيلتي برضو لو لو الحاجة دي هت هتأثر عليهم هتبقى بالنسبة لي القرار ممكن أغير رأيي على أساس الكنيسة بتاعتي وخدمتي وعيلتي كي. كريستين مش لازم شغل لو قرار ارتباط مثلا عامة في أي قرار يعني قبل ما أخد القرار أشوف الموضوع أبدأ ابحث عنه اشوف ايه ابعده ايه يعني مثلا لو لو مثلا ارتباط لو الشخص ده هنا ابدا اعرف مين الشخص ابدا احط واحد اثنين ثلاثه حاجات عقلانيه ابدا افكر فيها لو موضوع مثلا دراسه ابدا ابحث اشوف الدراسه دي هتاخد مني وقت قد ايه, إيه بعد ما اتخرج بعد ما اخلص السالري بتاعي هيبقى قد إيه, ايه بعد كده ابدا اصلي اشوف ربنا رايد ان انا اكمل في الحاجه دي ولا لا ابدا استشير ناس كبيره ناس دخلت في الدنيا دي وعارفه ابدا اسالهم انا هعمل كذا ايه رايكم طبعا هما مش اللي هيقولوه هو اللي انا هعمله بس طبعا رايهم هيفرق معايا جدا وطبعا راي البيت مهم جدا في حياتي فادي انت شايف ان في ازمات بتواجهها في سنك ده ولا لا؟ اكيد ايه بقى زي ايه؟ ايه الازمات اللي ممكن تقول يعني يعني زهقت بقى يعني يعني تخليك متضايق الدرجة يعني الحياة كويسة في حاجات كتير طيب. قوي <تص Agilch2> كل حاجة جميلة وكله تمام والمواصلات فاضية كبير يعني أنا في المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي تعتبر أكتر حاجة في حياتي هي تحدياتي في الشغل لان هي دي يعني المرحله اللي انا ببني فيها حياتي فانا دلوقتي في الشغل بحاول اثبت نفسي فهو ده دي اكتر ده اكبر تحدي عندي ان انا ازاي اثبت نفسي في الشغل وازاي اكبر في الشغل وازاي اوصل لل لاكبر حاجه ينفع اوصل لها في المرحله دي ايه اعلى مستوى انا اقدر اوصله في المرحله دي ده يعتبر اكتر اكتر تحدي او يعني تشالنج يعني حاجه انا بحاول اوصل له. يعني اكتر حاجه التحدي فيها او ممكن يحصل فيها ازمه هي شغلك فعشان كده انت بتبذل قصارى جهدك في شغلك علشان ممكن يعني طبعا دي في مرحله مش تفضل طول حياتي بس يمكن علشان انا دلوقتي في المرحله اللي انا فيها دي لسه بحاول اكبر يعني انا في يعني في مستوى مثلا معين بس انا عاوز اكبر عن المستوى دوت مش عايز افضل فيه يعني وات ايفر انا دي لي كام سنه في مثلا في المجال ده او في الليفل ده انا دلوقتي مستوايا او يعني تفكيري عايز يوصل للمرحله دي فهي دي ده كل تفكيري ان انا ازاي اكبر اوصل للمرحله اللي انا عاوزها دينا انت شايفه ان في ازمه ولا بتواجهيها ولا ما فيش ازمات عندك خالص او مش لازم يكون شغل عامه في الجيل بتاعكو الازمات اللي انتوا ممكن تواجهوها في حياتكم يعني هو زي ما فادي بيقول لما الواحد بيبقى عايز يحقق حاجه بس دايما في كده عائق او صعوبات الواحد عشان ي يعدي الحاجات دي بالصبر بال بيبقى صعب ان احنا نفضل عندنا الهوب ال ان احنا يعني نكمل في ال في الحاجه دي ون ونعدي الصعوبات يعني لا انت عايزه حاجه معينه لا يعني؟ لا مش عايزه حاجه معينه يعني مثلا انتوا بتتكلموا عن الشغل فهل علشان في ازمه شغل اصلا فكل أه. واحد ماسك في شغله بايده أه. واسنانه آه يعني ساعات أه. بيبقى بس مجرد السيستم بتاع ال 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 البلد او كده يعني ده بي بيصعب الدنيا اكتر في حكايه الشغل او في حكايه الدراسه ساعات العلاقات التجمعات بتاعه الشباب مش بتبقى ازمات سبيشلي الناس الـ الـ اللي هم الميدل ايسترن يعني الجروب بتاعنا مش مش صعب مش سهل ان احنا كلنا نتقابل مع بعض التجمعات دي ف سوشيالي الكالتشر بتاعتنا أقل. مش يعني التجمعات دي مش مش سهل ان احنا نتقابل دي بالنسبه لك ازمه اه لان انا بحب قوي يعني آه المصري <تصفيق> <تصفيق> إيه كريستين انت شايفه فيه ازمات بتواجهيها او ازمات في الجيل بتاعكوا ولا اعتقد زي ما هما قالوا يعني انه عشان توصلي لحاجه بتاخدي وقت طويل قوي يعني انا مثلا انا جايه هنا ما كنتش صغيره جايه شويه كبيره ف اوصل مثلا اخلص دراستي واخد الحاجه اللي انا عايزاها وقت طويل قوي يعني صبوره جدا نفس الفكره في الشغل وعايزه تكبري في شغلك زي ما كان فادي بيقول برضو محتاج مجاهده ومحتاج صبر كبير قوي يمكن احنا كشباب دلوقتي كل حاجه بسرعه بسرعه ما بنعرفش نصبر على حاجه ما فيش ازمه ارتباط او ازمه جواز انا هسمع اجاباتكم وهنطلع فاصل بعد كده نسمع راي الناس طب انا بس قبل ما, ما يكملوا في موضوع فعلا. الازمات بس انا عايز آه لو انا اتسالت السؤال ده في ازمه في حياتك وايه نوعها هاجت صعوبة في الإجابة يعني هم لاقيين صعوبة في الإجابة أنا بس عايز أكون واقعي مش كده ولا أيوة المطب أيوة يعني. طب تجاوب كل بالمرة لا أنا أنا شايف كلمة أزمة كلمة أكبر من الموقف الحالي يوه. بالنسبة لسنهم بالنسبة للشباب مش عايز يعني ممكن إحنا نقول إن الشباب في أزمة أو أزمة جيل يعني أنا عايز نعرف كلمة أزمة هي مش ازمة بس صعوبة أيوة. بيواجهوها يبقى بنقول يعني تحدي اكتر ايه التحديات آه ف... لكن الازمة يعني جزء من تعريفها مش هي ده تعرفها انه إنه انا بتحط في موقف صعب الرجوع فيه يعني يبقى خلاص مثلا انا سني كبر قوي آه وقربت اطلع المعاش وفقدت شغلي و... وعايز اكمل الفترة دي في شغل ومين هياخدني في السن ده بالامكانيات المادية دي انا بقول دي ازمة لكن هم في سنهم في اي حاجة عندهم فرصة التحول وعندهم فرصة الاختيارات البدائل يمكن تطول شوية مش مصيبة تطول سنة مش كارثة لكن بالنسبة لأعمار تانية وظروف تانية ممكن تبقى أزمة فانا انا شايف كلمه ازمه يمكن لا تنطبق عليهم لكن هل عندكم هي تحديات اه صعوبه او تحدي او حاجه ف... بتواجهكم واضح يعني انك دل... انت شايفه ازمه في زواج الشباب اليومين دول مش, مش ازمه مش ازمه قوي برضو صعوبه <تصفيق> <تصفيق> بلاش كلمه ازمه <applause> ما في, في مش شايفين في صعوبه في قرار الارتباط او ان انت بتدخلي في سلسله زي ما كلكم بتقولوا دراسه وشغل و, و... تكوني نفسك ودراسة وشغل وتثبت نفسك يعني دائرة مقفولة وبيجي موضوع الارتباط ده يا بيتنسي يا مش بيبقى في وقت اه بالظبط يا يعني بتفكروا فيها كمسؤولية جديدة فانتوا شايفين ايه؟ أنا هسمعكم وهطلع فاصل بعد كده ونرجع نتكلم اتفضلي يعني كحاجة زي كده إنه أولاً إن أنا أبدأ أفكر في حاجة زي كده حاجات كتير يعني اولا انا يعني جايه من جايه من مش بقالي فتره كبيره هنا فانا جايه من خلفيه معينه يمكن الشخص اللي, اللي, هفكر مثلا في لا هو هو مولود هنا فهيفكر فعنده خلفيه تانية دي حاجه من المشاكل حاجه تاني زي ما كنا بنتكلم انه ما فيش وقت اصلا ان انا اخرج او ان انا اتعرف على حد او ان انا يعني عندي دراسه وشغل وعندي وعندي فما فيش وقت ان احنا يبقى في الدنيا دي يبقى في ما تحس ان هي شغلانه ثالثه عليا انا لسه كمان هخرج وأشوف و... يعني دينا أنت شايفاها برضو مسؤولية؟ آه يعني أنا مش بالنسبة لي في في الطريقة اللي أنا اتربيت عليها أنا لازم أخلص دراستي فالدراسة بالنسبة لي عشر سنين فدي حاجة بس قليلة كده الصعوبات فبس يعني الدراسة حاجة بتاخد وقت طويل وأنا بالنسبة لي مش عايزة أفكر أني أرتبط قبل حاجه زي كده ما وتخلص. تكمل ف وحاجه تانية ان يعني الدنيا دلوقتي مش مش بس الراجل اللي عليه المسؤوليه فانا كمان لازم يبقى معايا شغله اقدر يعني اشارك بيها اساهم بيها في كل ال financial stuff الحاجات الـ الـ الشركه في كل حاجه يعني مع الشخص الاخر يعني بس فمش سهله طيب يا فادي انتوا يا باختكم بقى الـ الولاد بقى يعني البنات شايلين الهم اكتر منكم ما والله الحمد لله مرتاح بقى احنا كفايه شايف صعوبه ولا سهوله جدا في القرار؟ تعبوا كتير شايف صعوبه في القرار ده او برده فيش وقت كده بنفس التفكير البنات ولا الدنيا بتختلف شويه اسهل ولا هي مش مشكله وقت بس هي مشكله اهداف او أولوية. اولويات النفس <applause> 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 هي مشكله اولويات مش مشكله وقت ومش مشكله ان احنا نلاقي ارتباط لان يعني الحد نرتبط بيه ممكن انه الفرصه مش مت... مش متظبطه او مش مترتبه بس هتاخد وقتها زي ما الاستاذ ماهر كان بيقول انه هي وقت ممكن سنه ممكن اثنين يعني مش مش مشكله و... يعني وفي اوحش الحالات ان لو حصل مثلا وما اتجوزتش يعني حياتي هتستمر كويس يعني الجواز جزء مهم في الحياه الارتباط جزء مهم يعني وحلو ان هو يحصل بس يعني في ناس كتير ما يعني ما توفقوش ان ده يحصل في حياتهم وحياتهم حلوه مش معناه ان انا بقول عايز كده لا <applause> انا بقولش ان انا عاوز كده <applause> <applause> لا ما تتخضش <applause> لا انا عايز كده بس يعني ربنا يرتب انه الوقت والحد المناسب والظروف وكل الكلام ده كله ده مهم يعني مش 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 مجرد انه انا وصلت لسنة معين فانا لازم اتجوز فهدور على اي حد واتجوزه خلاص لما يجي الحد المناسب والوقت المناسب الدنيا تمشي لوحدها كده كويسه غير ما اكون انا متسربع ولازم لازم لازم لازم, لازم. ستب باي ستيب يعني طيب احنا نشوف الـ الانترفيو اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل وهنشوف مع بعض لقاءات مع الناس مع الشباب وهنرجع تاني نكمل حديث شريكة حياتي بحبها انها تكون بتحب الرب جدا شريكتي في خدمتي جدا وزي القمر بتمنى في شريك حياتي ان هو يكون في الحاجات اللي مش فيا عشان نكمل بعض يعني المفروض يكون فورورد اكتر مني شويه مش بيتكسف قوي زي اطول مني عشان ما نبطل الاسره في العيله بتاعتنا اتمنى تكون شركة حياتي طيبه جدا ويكون فعلا بتحب المسيح بجد يعني مش بتمثل ان هي تكون مثلا زي بالفرجزه المسيحيه بالاسم او شيء لكن فعلا تعيش تعيش الحياه المسيحيه بطريقه صح وتكون طيبة That's what I need from شركة حياتي مش مهم الشكل شركة حياتي أكيد أريدها تكون أول شيء مؤمنة وتفهمني وأفهمها وأكيد يكون أدها علاقة ويا الرب مثل ما أنا عندي علاقة ويا الرب على مود نقدر نعيش الحياة بعلاقة قريبة من الله الذي هو يكون قائد هاي العائلة الحلوة الذي تكون تخدم الرب يسوع وكما قال يسوع اما انا وبيتي فنعبد الرب الحقيقه ضد فكره ان انت يعني ان واحد يقابل واحده لاول مره ويعني يرتبط على طول او كده لا انا احب ان يكون في علاقه عشان نعرف ميزات والعيوب عشان نعرف بعض ويكون في صداقه اللي هي على اساسها تتبني المحبه مش مهم تكون مصريه ولا عراقيه ولا اي شيء المهم النقطه اللي انا عايزها فيها يعني مش المهم ما بيهمني انا الخلفيه ولا عارفها من زمان ولا بتكون قرايب ولا بعيدة ولا هيك لأن الرب هو اللي رتب كل شيء مش مهم أكون عارفها قبل كده أفضل إن أنا أكون عارفة شريك حياتي من قبل كده طبعا غير يعني عشان نبقى متربيين مع بعض وعارفين الطبع بتاع بعض أكتر من إن يكون واحد ما عرفوش قبل كده بصي أنا بقالي في البلد دي حوالي 11 سنة أنا بدور على واحدة بقالها في البلد دي 11 سنة <applause> أحب جدا إن المجتمع يكون يعني متناسق مع بعضه أحب إنها تكون عربية لو مش مصرية مثلا لأن العادات بتختلف بين culture لكلتشر أحبها تكون يعني ليها خدمة مع العربي or in English whatever it may be بس يعني as يعني the way I am I would like her to be the same عشان نقدر نساعد بعض ونشعر على بعض دلوقتي إن إزاي أحقق مثلا علاقتي مع ربنا تكون افضل في المستقبل وفي نفس الوقت المستوى برضو المادي بتاعي يفضل يكون احسن علشان اتلائم مع المواقع اللي انا عايش فيه النقطة الأولى أفكر أنه يتمجد الرب بحياتي كأوصل لنقطة فعلا أنه الرب يتمجد بحياتي أوصل لنقطة أنه افهم كل الكلام الموجود بالكتاب المقدس اقدر انه اوصله للناس بالطريقه اللي الرب يريدها مني فيها مش الطريقه اللي انا فاهمها. ايش خايفه ان انا اخذ الريسكس في حياتي و... واعمل فعلا الحاجه اللي هو شايفها على قدي مش الحاجه اللي انا شايفاها على قدي في الدنيا. شيء غامض يعني احنا بن بنذاكر وبنذاكر وبنحاول احلام نعمل حاجه معينه لكن الرب اللي عايزه يعني انا دايما بصلي وبقول يا رب يعني تم مشيئتك مهما كان الثمن حتى لو كان على حساب كليتي او مكاني او اي حاجه فالمستقبل الى حد ما ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وهنكمل موضوعنا والشباب بيتكلم، كنا اخدنا حلقه قبل كده عن الاستعداد للجواز بس تعالوا نشوف النهارده الشباب بيقول ايه. يعني إنتوا سمعتوا عن كل واحد بيختار شريك حياته ازاي، آه كريستين عايزه اسالك ايه الصفه الاساسيه اللي تختاري على اساسها شريك حياتك او اللي تحبيها تكون موجوده؟ آه طبعا طبعا لازم يكون مؤمن يعني او لازم يكون ابن ربنا يعني دي حاجه اساسيه مش دل يعني دي مفروغ منها يعني مش هنتكلم فيها لكن حاجات ثانية احب انه يبقى شخصيته كويسه يعني شخصيته قويه شويه يعني اقوى مني شويه يعني ماشي على ما تلخبطيهوش لا مش بالظبط <applause> لا يعني يعني نعرف ابقى يعني انا شايفاه انا بقى شايفه نفسي ايه فانا عايزه حاجه تكمل اللي عندي يعني انا شايفه مثلا شخصيتي شويه قويه فانا عايزه حد شويه اقوى مني عايزه يكون حد صريح حاجه من الحاجات الاساسيه جدا عندي انه حد صريح يعني عشان نعرف من غير الصراحه مش هيبقى في علاقه سهله ما بيننا يعني ده الاساس دينا انا سمعت عرفت يعني برضو انت مؤمن ويكون طويل مش قصير ايوه <applause> <هيبو> بالظبط <applause> وتعرفيه مش <applause> طب نسمع فادي ايه الصفة اللي انت بتتمناها او الاساسية اللي بتختار على اساسها شريكة حياتك تكون غنية وبتشتغل كويس عندها بيت وانا اقعد في البيت وارتاح الحمد تسمع كلام وتسمع كلام يا برضه كمان امال اقتنعي بيها يعني اكون مقتنع بيها صفات تتغير اكون مقتنع بيها بشخصيتها بكيانها على بعض اكون مقتنع يعني ممكن اقول دلوقتي ان انا افكر عايزها تكون طويله عايزها تكون قصيره عايزها تكون شكلها حلو عايزها تكون متوسطه عايزها مش عارف ايه يعني صفات احط لست في صفات بس ممكن ان انا اشوف حد ما فيهوش صفات كتيره من الصفات اللي انا عايزها واقتنع بيها طب أسيس ماهر انا متهيالي ان انت عندك تسأول في الجزئيه دي اه انا عندي تعليق على كلامهم كتير يعني انا يعني عجبني كلام دينا في المداخلات اه يعني انا اول مره أسمعه آه انا اشكرك انك عايزه واحد طويل يا دينا عشان انا مش طويل <applause> آه لا حسيت انها بتحاول تكون عمليه يعني لكن انا المستغرب له ان انت سالتي ايه الصفه اللي اللي مش هتتنازل عنها او تحب انها تكون في شريك حياتك مش عارف احنا دورنا حوالين كذا حاجه اه خلي موضوع الايمان دلوقتي كريستين لان انا موافق على خليه دلوقتي على جنب لان الجمله دي بتعمل لي انا ارتكارية اه بس خليها لان انا عايز اتكلم عليها لكن انا انا بقول في صفه اساسيه ما عارفش احنا مكسوفين نقولها ولا مش فاهمينها ولا هي واقع ان اكون بحبه اه انا لسه مفروغ منها مفروغ منها برضه على جنب دي؟ ميلاسيسية. يعني مفروغ منها يعني لازم تتجوزي عن حب؟ اكيد لازم دي إيه حاجة مش محتاجة إن أنا أفكر فيها يعني مش محتاجة أقول لو أنت حبيتي واحد ما فيهوش المواصفات اللي أنت عايزاها قصير قصير منك مثلا طب أنا هحبه ليه؟ لو هو ما فيهوش المواصفات دي طب ما أنا بحب الشخص على أساس يعني المواصفات اللي أنا عايزاها ف... بس الحب ساعات بيخلي الناس تتنازل عن المواصفات لأن بتحسي إن هت العيشة الشركة ان انتوا تكونوا يعني في ان الشخص ده وانا والشخص ده نكون يعني بنعيش حياة يعني مع بعض كويسة متكاملة ده احسن بكتير من ان يكون حد فيه المواصفات الخارجية اللي انا بطلبها يعني السلام في البيت في العلاقة ده أكت يعني والحب اهم بكتير من اي حاجة تاني يعني هحبه بعد كده شكله ايه طب فادي يعني معلش يعني انت برضو قلت شخصيه اقتنع بيها تقتنع بيها ايه يعني م. شخصيه تجبرك ان انت تحبها يعني تخليك تحبها ولا ايه تقتنع بيها يعني انا الاثنين ممكن في في حد احيانا تتعاملي مع حد يعني الشخص اللي قدامك دوت يقنعك ان انت تحبيه يعني خليك تحبيه بلس انه انا بقى ايه انا بحب على يعني على اساس ايه أنا شخصيتي مش من النوع اللي هو يعني اللي لو حد حبيته خلاص يبقى هو ده كده، يعني المشاعر بتتحرك بس في عقل بعد كده بيحط الحب دوه وبيحط الحاجات دي في في المكان المظبوط، يعني ما كتير خلاص مشاعري بتتحرك تجاه تجاه ناس بنات كتير، بس هي دي اللي أنا أحبها ولا لأ؟ هي دي اللي أنا أحبها عشان اتجوزها ولا لأ؟ أنا بتكلم مش حب عادي يعني م. مش بتكلم ان احنا نحب كل احب بعضكم بعض، لا انا مش قصدي كده، انا بتكلم ان هو ده الحب اللي انا يعني هرتبط بيه، هو ده الحب اللي على اساسه هبني بيت ولا لا؟ يعني قصدك حب لدرجه ان انت تبقى قابل كل العيوب اللي فيها؟ ما لا ما انا قصدي ما انا قلت انه الحب بعد كده العقل بيحكم الحب دوت. يعني عقلي بيحكم الحب دوت من ناحيه صفات، من ناحيه مميزات، كل الحاجات اللي احنا بنفكر بس فيها. بس ده انت عايز انسانه كامله الاوصاف عشان تحبها؟ لا، ما انا ما قلتش كده. <تسجيل> بغض النظر انا كامل الاوصاف لا طبعا يعني ما انا مش كامل الاوصاف ما انا مش كامل علشان اقول ان اللي… عشان ال… الاختيار بتاعي يكون ان البنت لازم تكون قدامي كامله بس انا حقي ان انا لما افكر افكر انه انا احب ان كل حاجه تكون كامله بس انا لو عملت كده هعصبتني <تسجيل> هفضل يعني <تسجيل> طيب أسيس ماهر إحنا دلوقتي في أنا بس عايز أأكد أوه. على مفهوم الحب يعني دينا قالت جمل أنا عايز أأكد عليها إنه لو أنا حبيت الشخص ده أنا بتغاضى عن بعض الحاجات الكتير وده اللي مش عايز أقول أتغاضى لكن عايز أقول أني بتنازل لأنه اختيار مواصفات مطلقة في شريك حياتي انا عايز اجمل واحده انا عايز اجمل واحد عايز اغنى واحده هي تقول انا عايز اغنى واحد يعني الوصفات المطلقه اللي هي كل واحد فتى الاحلام وفتاه الاحلام دي, دي دي طريقه انانيه الحب عكس الانانيه مم. احنا بنتجوز يعني لازم نصلح هذا المفهوم في الاول احنا بنتجوز علشان انا باعطي نفسي لاخر وهو يعطيني نفسه احنا لو شفنا الحب في الزواج بهذا المفهوم اعتقد طريقه اكتشافنا للشريك هتختلف وطريقه اقتناعنا بيها هتختلف ومش هيبقى في مشاكل اللي انا بقوله ده يحمينا من المشاكل الطبيعيه المتوقعه في الزواج لانه لانه طرفين بيتقابلوا كل واحد متربي بطريقه بثقافه مختلفه ب بعقليه مختلفه لازم يكونوا واحد في النهايه طبعا الثقافتين دول بيخبطوا في بعض الاحتكاكات دي غصب عننا طريقه كلامي غير طريقه كلامها طريقه اكلي غير طريقه اكلها طريقه نومي غير طريقه نومها فبنحتك مع بعض فانا بقول الزواج مش الزواج الناجح اللي ما فيهوش مشاكل لكن الزواج الناجح هو الزواج اللي مبني على الحب على مبني ان انا هدفي اسعاد الاخر اضحي من اجل الاخر برفع شان الاخر مش بدور على سعادتي بدور على اللي يبسطني بدور على اللي يسدد احتياجاتي دي نظرة شوية أنانية في الزواج فأنا كويس السؤال بتاع إيه الأسس أو المواصفات اللي أختار على أساسها شريك الحياة أنا بقول لو إحنا حطينا أن نتعلم مفهوم الحب الذي أحبنا به الله اللي تجسد في موت المسيح لأجلنا طبيعة الحب لو أنا تعلمته في أني أنا عندي استعداد أفرغ كل طاقة بقى عقل زي ما قال فادي ومشاعر لهذا الشخص انا اعتقد ان احنا حطينا رجلينا على بدايه المفتاح للسعاده الزوجيه ما بقولش سعاده زوجيه مفتاح لسعاده زوجيه لان الزواج مليان 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 من الصعوبات ومن المشاكل اللي لازم يتغلب عليها هذا النوع من الحب فانا اسمحوا لي اقول لكم يا بنات ويا شباب ان اول صفه لازم تفهموا انه انا هحب هذا الشخص لهذه الدرجه جت مشاعر ما جتش مشاعر انا مش بتكلم على كده انا بقول يا ريت يبقى الحب في الحب ده فيه مشاعر لكن الحب ده خروج بره ذاتي انا باعطي نفسي هذا الشخص طلع طويل طلع قصير زي ما يجي طلع غني طلع فقير زي ما يجي لانه انا بقتنع بشخصيه وبتجاوب مع شخصيه قررت ان اديله حياتي وهو كذلك فكر فيا بنفس الطريقه دي يديني حياتي طبعا انا ارجو ارجو يا اللي يعني بتسمعونا انا مش تصدقوني ما مش بقول كلام مثالي ولا كلام مطلق عشان قدام كاميرا انا 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 بقول كلام واقعي كلام عملي واسالوا اي حد متجوز النهارده بس كلام عملي يعني انا يعني لو واحده بتحب واحد وما عندوش امكانيات هيعيشوا ازاي ما يعني الحب هيروح مع المشاكل ومشاكل شغل ومشاكل فلوس ومشاكل فقر يعني في لا انا لا مش بقول الحب في مقابل حاجات تانية لا مش قصدي كده انا اقصد اقول اللي انا ملت ناحيته وقررت ارتبط بيه هو ده اللي بقول عليه بحبه فادي قال كلمه وتمنيت انه يكمل فيها قال هتجوز اللي اقتنع بيها انا بقول ده تعريف الحب <applause> يعني تمنيت انه يقول اه بحب يبقى هي يعني يعني انا مش عايز اقول بحب اللي بجيب لها ورده واللي بتضحك في وشي واللي بتلبس احسن فستان وهي جايه تقابلني مش يعني مش هو مش هو ده الحب اه دي دي ظواهر دي جميله لكن مش هو ده فانا بقول اللي بقتنع بيها ايه ايه بقى الاسس اللي بقتنع بالشخص على اساسها؟ في حاجات كتير يعني مثلا من ضمن الحاجات مثلا السن يعني عامل السن انا ما ينفعش افكر في في اي حد مطلق كده ماشي في الشارع كده واقول اصل اللي هخبط فيه هقع في حبه هو ده اللي هتجوزه لا انا مش انا بتكلم على صفه اساسيه مش هتنازل عنها ان انا هحب هذا الشخص مش هتجوز بناء على يا جماعه لو انا اصلا لو هتجوز بناء على ورقه وقلم ومواصفات طب ما اتجوز كمبيوتر يعني اجيب جهاز كمبيوتر واتجوزه لا انا بتجوز بني ادم إيه بس في دايما لك. الواحد لما يعني دايما لما بيبقى فيه مميزات او الحاجه اللي انا شايفاها مميزات وعيوب فانا بحط اكتر حاجه مناسبه ليا او اكتر براف حاجه برافو عليكي برافو عليكي ما هو بقى المناسب ليا تعالى نتكلم نمسك حاجه حاجه ونتكلم فيها وبعدها نوصل لحته الحب والايمان لو بعدها مؤمن. مش هنتجوز <applause> لا 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 هنتجوز <applause> هتشوف هتلاقي <applause> <عمليها ساعة تصفيق> <جداً> هتلاقيها سهله جدا هتلاقي سهله يعني يعني امسك امسكي المواصفات <applause> اللي فيها فكره مناسبه ليا يعني ايه مناسبه ليا؟ يعني ايه مناسبه ليا دينا في تعليقها في الانسرت اللي دخل من شويه قالت جمله مهمه قوي قالت انا بتكلم بتجوز واحد او بدور على واحد يكملني دي نقطه فلسفيه في منتهى منتهى الاهميه في الجوازه دينا اشكرك عليها يعني ايه يكملني احنا فاكرين الجواز عامل زي الاصدقاء أنا مين تعالوا فكروا في الأصدقاء الاثنين اللي اللي, بي... اللي بي... بينكتوا زي بعض، الاثنين اللي, اللي بيحبوا نفس الفريق الكورة، الاثنين اللي, اللي بيلبسوا زي بعض، الاثنين اللي, اللي بيشتغلوا مع بعض، الاثنين اقعد افكر فيها تلاقي ال... الأصدقاء أو الشلل اللي بيعملوا حاجات زي بعض. أنا مش أنا مش بتجوز المتماثل معي أنا بتجوز اللي يكملني لأن علاقة الزواج الله خلق ذكر وأنثى فكلمة اللي يناسبني اللي بيكملني عشان انا وهو نكون واحد فاهمين قصدي ف فكلمه يناسبني مش معناها اللي يسعدني مش معناها اللي يحقق لي احلامي لا احنا 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 بنعمل وان بودي بنعمل جسد واحد فايه اللي يكملني هو ده اللي بدور عليه فالجمله دي صحيحه مية في المية الجواز هو اتنين بيكملوا بعض مش اتنين زي بعض يعني لو 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 يعني انت قلتيها يا كريستين كده وعدت تقول انا شخصيتي قويه فعايزه واحد شخصيته اقوى مني شويه. <applause> تخلي معايا لو الاتنين على نفس السويه من طريقه اتخاذ القرار مين هياخد القرار في البيت؟ هتلاقي تبقى <applause> خناقه لو الاتنين ما عندهمش قدره على اتخاذ القرار مين هياخد القرار في البيت؟ الاطفال بقى <applause> بالظبط برافو عليك الظروف الاطفال اللي يحصل هتلاقي مش حد ياخد قرار أه وهكذا يعني انا طبعا مش بتكلم على مستوى الانشطه ومستوى الـ الـ الهوايات لكن بتكلم على مستوى الشخصيه يعني مش احنا الاثنين مثلا أه بنحب اكله الملوخيه بالفراخ مثلا فيا يا سلام ربنا بيقول حاجه اه يبقى ربنا بيقول حاجه لا احنا بنهزر بقى كده لكن <applause> انا بتكلم على مستوى الشخصيه اللي تعيش في البيت انا نفسي نفكر في وانا عشان هحب ويكون مؤمن خلوا الحاجتين دولت المستوى الثقافي بتاع الشخص انا مستوى الثقافي ايه هو مستوى الثقافي ايه المستوى المادي بتاعه المستوى الاجتماعي لان في فرق بين المستوى الثقافي والمستوى المادي يعني والمستوى الاجتماعي دي ثلاث حاجات ابعاد مختلفه سنه يكون شكله ايه لو انا عايزاه مؤمن زي ما احنا بنقول والشباب بيقولوا انا عايزها مؤمنه طب على الاقل طبيعه ايمانه شكلها ايه يعني ايه مؤمن لازم اعرف آه. هذا الكلمه عايزين نسمع منك بقى آه لا آه انا عايز اسمع منهم الاول بعد كده هعلق آه الطائفه بتاعته هنتجوز ازاي دي مشكله كبيره عندكم استعداد ان يكون من طائفه مختلفه ولا آه طائفته آه عيلته شكلها ايه عيلتها شكلها ايه كل ده مواصفات انا بختار على اساسها ف... ف... عشان كده كلمه اختار اللي يناسبني ايه كلمه اللي يناسبني دي م... كلمه واسعه يعني ايه انا مين عشان يناسبني وهو بيقول اللي تناسبني ازاي بيحصل هذا الامر لازم نفكر في كل العناصر دي وبعدين ارجع واقول سؤال للشباب انا عايز اساله لهم هيجي انا مش عارف هنخلص امتى النهارده لا فين في كل يعني لو كتبنا المواصفات دي فين دو فين دور الله في الموضوع؟ يعني اه ده لسه هنتكلم عندك سؤال زي كده؟ طيب فين دور الله؟ ودوري انا يعني انا اعمل ايه مع ربنا؟ يعني يعني حد أنت بتساليهم في البدايه خالص عن اتخاذ القرار في اول سؤال سالتيه ازاي بتتخذ قرار؟ فحد قال بشوف ايجابيات وسلبيات وبعدين بشوف بابا وماما وبعدين بشوف يعني ربنا بيقول ايه؟ طب هو ربنا بيجي الاول ولا بيجي الاخر؟ طب افرض ربنا قال حاجه عكس كل اللي فات عكس المميزات اللي شايفينها بعدين يشايفين. سؤال تاني طب انا ازاي اعرف ربنا بيقول يعني بيتكلم بصوت ولا بيتكلم بصوره ولا بيتكلم من الكتاب المقدس ولا بيتكلم من مشاعري انا عملي ولا مش عملي إيه عملي عملي امين يبقى انا كويس كده <تسلمة> خش <فوق>. <تسلمة> 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 بقى شوف انت عايزه تتسلم في ايه طيب. بقى انا أوكي. انا تحت امرك اي اي يعني اي اه انا مش عايز مش هاخد كل تفصيله لكن عايزه الاول يعني ايه مؤمن او انت مفهوم المؤمن عندك عايزه ايه بالنسبه كالايمان يعني وكده مش مش فكره مش اللي هو فكره معينه بس اللي هو حد بس مش مش يعني مش بس بشوفه في الكنيسه بس حد قريب من ربنا اقدر لما بتعامل اقدر اعرف ان هو حد قريب من ربنا انه لما بيجي يتكلم لما بيجي في اي مشكله لا انا بسيب الحاجه دي ربنا ببص عناية على ربنا الاول ايه في كلامه بحس ان هو حد قريب من ربنا حد فعلا مؤمن قريب من ربنا لا مش اللي هو بقى جاست انه مؤمن واتعمد وكده وبس يعني لكن كعلاقه مع ربنا فين هي وهل العلاقه دي يعني مش لازم تبقى زي اكزاكتلي ولا تبقى احسن اعلى مني او اقل مني بس نبقى متوافقين شويه طيب احنا معانا مكالمه هناخدها وهرجع لك يا انا هسالك بيتر من مصر هاي بيتر الو الو اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يا سلام اتفضل حضرتك انا كان ليا مداخله بخصوص موضوع الارتباط ده برضو اه اتفضل حاجه كويسه جدا زي ما قال حضرتك الاساس انه لازم يبقى في حب انا متفق معاه جدا في الموضوع ده وان استاذنك يا بيتر معلش حضرتك متجوز خاطب لسه سمعتني يا بيتر؟ ايوه لا انا متجوز انا متجوز ومعايا بنت وعلى فكره كريستين تبقى اختي أوه أوه أوه. <applause> اه اهلا بيك يا بيتر اهلا بيك يا بيتر انا, أنا عارف مين إن هو اتفضل اتفضل يا عزيز انت موافق مش موافق كلام انت موافق كلامها بقى <applause> يعني طبعا حاجه حلوه قوي ان يكون في حب بين ال... بين الطرفين انا متجوز مراتي عن حب لما بيبقى في حب بيبقى في حاجات كتيره قوي حلوه جدا في البيت وطبعا اهم حاجه انه يبقى انه يعني يبقى دايما في استشاره من ربنا لكل خطوه من الخطوات ده في في الموضوع ده بالذات يعني اهم حاجه فعلا لازم ان انا يعني زي ان انا اخترت الانسانه وحبيتها او يعني هي دي الانسانه ان انا اصلي بقى واشوف ربنا هيرشدني يقول لي ايه لو هي دي فعلا اوكي اكيد في علامات كتير هتظهر لي إيه لو هي دي وقال لي هي دي اوكي يبقى يبقى كده انا يعني يعني كده ربنا وفقني في كل حاجه في أنت انا بحبها وفي نفس الوقت ربنا موافق ومبارك الزواج ده وهيكلله يعني شكرا يعني ليك يا بيتر شكرا وشكرا, وشكرا لتعليقك الجميل شكرا. شكرا ربنا يباركك ويبارك اسرتك شكرا إيه طيب دينا عندك استعداد لو انت بتحبي واحد واهلك مش موافقين عليه هتصري على انك انت تتجوزيه ولا هتعملي ايه بس انت بتحبيه ومقتنعه بيه؟ طب استاذنك يا امل ممكن نخلص موضوع الايمان لانها قالت كلام حلو قوي أوه. يعني عايزين إيه. ناكد عليه طيب. يعني يعني انا عايزاك في الاخر هنتكلم قالت مش موضوع انه بيروح كنيسه ولا مش عارف متعمد ولا مش عارف ايه لا ده عنده ايه بقى؟ لكا. قلت ايه؟ الجمله عشان إيه. بس نفس المشاهدين يسمعوها يعني إيه. عنده علاقه عنده علاقه قويه بربنا آه. معرفش يعني كواية دي اللي هي تبقى انهي ليفل او اقدر ان انا احدد ازاي صعب طبعا ان انا احدد بالمعامله كده وخلاص من مره او مرتين بس اتليست اشوف فيه الايمان اشوف فيه انه حد فعلا مؤمن طيب خلينا عشان يعني اللي انت قلتيه ده ان انا مش كونه جاي من كنيسه يبقى شرط يكون له علاقه بربنا فانت يهمك العلاقه ففي مظاهر اخرى بتعبر عن كلمه ايمان ده اللي انت عايزة تقول ايه أنا, أنا عايز أحط مظهر آخر مهم قوي ونفس الناس ترتبط بيه لو انت بتقول أو انت بتقول أنا عايز أتجوز مؤمن أو عايز آآ آآ بت... عايز أتجوز مؤمنة القيم اللي بتحركه جايبها منين قيمه قيمه في صرف الفلوس قيمه في مع أصحابه قيمه في شغله المبادئ جايبها منين ايه اللي بتحركه اختياراته أولوياته بيبنيها على أي أساس هنا تعرف الشخص مؤمن ولا مش مؤمن مش اللي بيصلي كتير هو المؤمن مش اللي بيقرا في كتاب مقدس كتير هو المؤمن مش اللي بيروح كنيسه هو المؤمن المؤمن بيعمل كده بس المؤمن الحقيقي اللي بيطبق الصلاه وذهابه للكنيسه وقرايته للكتاب في واقع عمله اليومي اختياراته وقراراته أصحابه صرف الفلوس لو انت معاك ألف دولار ايه اولويات صرفك تقدري تعرفي هو بيفكر ازاي في العلاقه مع ربنا لو انت اتحطيت في تجربه فلانيه طبعا انا مش بقول هسأل يعني ما حدش يسال الشريك بالاسئله دي لكن انا بقول ده, ده اللي بفكر فيه اختيارات الشخص وقراراته بتبين قد هو مؤمن لانه جايب قيمه من, من كلمه ربنا جايب قيمه قيم الهيه انا بقول ده المؤمن فقبل ما اقول انا عايز واحد مؤمن مره واحد ده حصل حصلت حقيقي يعني واحد اتقدم لواحده قلت له لا سوري انا عايزه واحد مؤمن ما افكر فيك الكتاب بيقول كده لا تكونوا تحتنين مع مع غير المؤمنين تاني مره لقيته عامل ايه راح قال لها تعالي واخدها فتح باب العربيه حط كتاب مقدس على تابلوه العربيه شايفه ادي الايمان اولا هي غلط تقول له ان انا عايزه واحد مؤمن هي مش عارفه شكل الايمان ايه وهو مش فا يعني الجمله غامضه ال البوذي مؤمن <تصفيق> <تصفيق> اليهودي مؤمن المسيحي مؤمن المسلم مؤمن الناس كلها دول مؤمنين كل واحد مؤمن بحاجه بيظهر ايمانه في تطبيق عقيدته في تطبيق سلوكياته في تصرفاته فانا حبيت بس اكد على الجمله دي لكن انا مقتنع انه لازم يكون مؤمن بس نعرف ازاي يكون مؤمن شكرا هيا دينا فاكره سؤال ولا اقوله تاني ما <applause> <لا. تصفيق> <applause> طيب لو انت بتحبي شخص مقتنع بيه جدا مم. بس اهلك مش موافقين بابا وماما مش موافقين يعني. هتصري على ارتباطك بيه ويعني وتقنعيهم ولا هتعملي ايه انا لازم ابقى عارفه يعني وجه الاعتراض عشان هما مش بيعتمدوا ممكن يكون عشان مادياته مثلا لو يعني حاجة أنا شايفاها مش تبقى عاق عائق في علاقتي معاه أنا هعرف أتفادى المشكلة دي وهم مش قادرين يشوفوا كده بس يعني ده لازم هيكون في تأكيد من حاجات كتير حواليا غير بابا وماما يعني لو عشان هم بالنسبة لي فاهميني كويس وشايفيني أكتر بكتير يعني أنا شايفين المستقبل احسن مني وهم يعني عندهم خبره اوريدي فصعب قوي ان انا اقول لهم لا على يعني اللي رايهم بالضبط. يعني. رايهم بالظبط فهتبقى حاجه مش, مش سهله بالنسبه لي ان انا اقول لهم لا بس لو حاجه انا اقدر اتفاداها او اقدر اتعامل معاها يبقى يعني هقنعهم طيب كريستين في ظل زحمة الأصحاب يعني أنا شايفة أنتم محظوظين بأن أصحاب كتير من الجنس الثاني الولاد بتحددي إزاي يعني كذا واحد يجي يقول لك معجب بتحددي إزاي أي واحد فيهم أنت ممكن تختاري شريك حياتك أو ممكن تحددي إزاي يعني وفي وم الكنيسة ده. ومؤمنين وطوال ويعني فاهمه فيهم مواصفات متقاربه بس ازاي بت... ممكن تقدري تحددي هو ده؟ سؤال كبير طبعا يعني انه كبير في حاجات كتير نتكلم فيها لو جه هو تكلمني ولا جاست ان انا في الجروب؟ لا هو جه يكلمك او كذا جي حد جه يكلمك لو أنت هو بتختاري ما بينهم اه اوكي لو هو جه يكلمني لو احنا صحاب وعارفين بعض فشويه انا عارفه صفاته وعارفه شويه عنه ابدا افكر على هذا الاساس لو انا ما فيش مشاعر من ناحيتي ليه؟ كلهم في الجروب وكلهم اصحابك يعني هي الفكره اللي انا عايزه اوصله ان في دلوقتي اصحاب وعلاقات كتير يعني انت بيبقى في اصحاب كتير يعني في زحمه كده علاقات <applause> ازاي ممكن تقدري تحددي في وسط العلاقات ان هو ده وتلاقي رغم ان ممكن كذا واحد معجب بيكي وعايز يرتبط بيكي؟ اللي آه شويه الاقي مواصفاته مناسباني مواصفاته مش مش اللي هي زيي ولا اللي هي عكسي، اللي هي مناسباني يعني انا عارفه انا مين وعارفه ايه مواصفاتي فاشوف بقى يعني اتعاملت معاه فانا عارفه ان هو مثلا بالشكل الفلاني شخصيته كذا وبيعمل كذا و... فعلى هذا الاساس انا أحس ان انا مستريحه من الحاجات دي لو لو يعني بناء على انه لسه ما فيش مشاعر بناء على انه جاست انا بفكر بعقلي فده ال... ده اللي انا هبص له اه الحاجات دي عجباني فيه في حاجات مثلا هي هي مش حلوه فيه او حاجات صفات مثلا عيوب فيه بس انا قبليها ممكن يبقى في صفات انا مش قبلاها مش هينفع اتعامل معاها دي ده اللي هبص عليه لو ما فيش طبعا فكره المشاعر ودنيا لو في مشاعر شويه بتغطي على الدنيا دي او بت بتوضح بت ال مش مش عارفه يعني في الاساس يفيدنا اكتر في حاجه مش مش حاسه ان هو بتوضح قوي على قد ما هي بت شويه بتزغلل الدنيا يعني لانه كل ما تيجي تقولي العيب ده لا 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 ما هو خلاص ما انا بحبه <سؤال> يعني انا ببص للفكره دي مش عارفه هل ده صح ولا لا بس الاحسن انا افكر بعقلي طبعا الاول انه ازاي انا لو لسه ما مشاعر وهو احنا اصحابه وهو جه هل مثلا او كده اشوف انا عارفه شويه عنه وعن صفاته فهل الصفات دي انا هقبلها حاجات العيوب اللي فيه انا هقبلها اقدر اتعامل معاها ولا لا <applause> طيب في نقطه بقى عايزاك تتكلم فيها دلوقتي هي قالتها الحب <applause> 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 ممكن الحب وسنينه وسنينه <applause> ايوه <applause> ممكن يخليني اضيع في ان انا بقبل عيوب لا 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 ده انا بحبه يعني اتغاضى عن حاجات او يعني مش عارفه يعني هي هي شايفاها بوجهه نظر دي بقى انا كنت عايز اسالك انت شايفاها ايجابيه ولا سلبيه يعني يعني شايفاها سلبيه سلبيه؟ انا شايفاها لما بتزيد. بس عشان افهمك بس يعني اه انا شايفاها لو بتزيد عن حدها بتبقى سلبيه اوكي أو. يعني انا شايفاها انه اه انا يعني طب بديهي يبقى في مشاعر لازم في مشاعر غير كده مش الدنيا مش هتمشي اصلا ده الزيت اللي بيزيت ايوه بالظبط كده لكن لو الزيت زيت ممكن تبوظ الدنيا خالص <applause> 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 انا انا عايز افرق ما بين الحب والاعجاب يعني انت سالتيها سؤال كذا حد معجب بيكي ومش عارف ايه وبعد كده الكلام كده اتزحلق مننا ورحنا ناحيه الحب لا يعني. اه معجب بيها ده من ناحيته هو اه اه لكن اه هي بتحدد لو في حب طبعا هيوضح شويه رغم ما هو ما هي كمان لازم مم. لازم هتبقى معجبه بحد اه اكيد ما هو لا ولا انا انا فاهم غلط ولا ايه يا جماعه الدنيا اتغيرت يعني الاعجاب ليس كل اعجاب حب وليس وكل حب لازم يكون ممكن في أعجاب. يبدا باعجاب يعني مم. يعني احتمال ان الحب يبدا باعجاب ده وارد لكن مش كل اعجاب يبقى حب الاعجاب حاجه عامه يعني شيء عام انا ممكن اعجب بواحده وممكن اعجب بشجره وممكن اعجب باغنيه ممكن اعجب بترنيمه ممكن اعجب بوعظه ممكن اعجب بواعظ فاهمين عايز اقول ايه حاجه عامه كلمه اعجاب ده دي مشاعر طبيعيه الله حطها فينا فساعات كتير الاولاد والبنات في سن الزواج اول ما بيحصل نوع من انواع الاتراكشن لشيء ما في الشخصيه اللي قدامه بيفتكر انه بنسميه بنقع بقى في كلمه حب يعني يعني ممكن نقع في في اللفظه لان لازم احدد هل هي مرحله هل هي حاجه وهتعدي يعني النهارده انا انا شفت انا هتكلم على لسان البنات انا شفت ولد شاب يعني واو يعني بيتكلم بطريقه مش معقوله اخذتني فانا معجبه بطريقه كلامه او طريقه وقفته انا لازم اراجع نفسي كبنت يعني هل ده اعجاب لمجرد اني ما شفتش الستايل ده قبل كده ولا اقدر اقول فعلا ده انجذاب للشخصيه دي كلها على بعضها بقى مش بس طريقه كلامه لكن كمان اخطائه كمان طريقه ضحك وهكذا يعني يعني اخد الشخصيه على بعضها فالاعجاب شيء عام انا ما بحبش لما بقول الجمله دي ان الشباب او الفتيات يستغلوا الفرصه مثلا انا اروح لدينا لها على فكره دينا انا معجب جدا بلبسك النهارده يا جماعه الاعجاب شيء عام وامشي تاني يوم أروح لدينا ركزوا معايا بقى أروح لنفسي الشخصية ادينا أنا معجب جدا بشعرك وأمشي بعدها بيومين ادينا أنا مش معقول أنا معجب جدا بطريقة كلامك لا أنت هنا بقى بتستعرض يعني أنا دا أقول ده لفظ مش صح إنه إن لا ما تعملش كده يعني الإعجاب شيء عام ومتغير يعني بدل أنت معجب بشعرها خدها على بعضها يعني <applause> فالحب في في نوع من انواع التخصيص والتركيز والقبول الشخصيه وانا هعيش للشخصيه دي ده موضوع تاني نقله تانية تركيز مش غلط ان الاعجاب يتقلب لحب مش غلط بس ابقى فاهم علشان لو لو انا مش فاهم هتصدم بعد ما ارتبط بإني ايه ده ده انا خدتها كلها على بعض يبقى هنا ده بنسميه الوقوع في الحب بغرق في دائره الاعجاب بغرق في الدائره الصغيره دي في في طريقه كلام في اللبس في كلمه حلوه هي قالتها لي موقف تصرف عملته ايا كان اغرق في النقطه دي ووقع في الحب وتبقى هنا بقى ينطبق المثل الشعبي اللي بنقوله في مصر مرايه الحب عاميه فعلا انا ما بشوفش اي حاجه من عيوبه يعني تبقى حته عاميه كده بجنبها كلها لغايه ما بيحصل ان اتجوز واول ما اتجوز بعد ما بيخلص شهر العسل على طول بيحصل صدمه الزواج لكن لو انا واعي انه في فرق بين اعجاب وحب الحب اختيار الحب قرار الحب عطاء لو انا عندي سعاده اعمل الحاجات دي اختار وكده يبقى انا هنا في مشاعر بطلع مشاعري وافتح مشاعري ناحيه الشريك الاخر لان انا قررت اختاره اديله حياتي وهو كذلك لكن ان انا لمجرد انه قال لي كلمه وقالت لي كلمه جه قال لي انا بحبك جه قال لي مش عارف شكلك جي رحت قلت له ضحكتك عيلتك فلوسك دي كلها ما تاكلش عيش هيحصل صدام بعد كده في الزواج فانا بس بعلق على فكره الحب اللي قالتها طب انا هسال فادي سؤال بس هرجع للنقطه دي هسالك فيها سؤال فادي انت قلت لي كده يعني الخطوات حاجة. اللي ما قلتش حاجه خالص الخطوات اللي انت بتمشي فيها او اللي انت بتفكر فيها شغلك وبعدين تنجح في شغلك وبعدين لو الجواز جه في السكه اتس اوكي okay. طب انت ده لو ده كلامك سوي بس لو انت تشنكلت في, في كلامك؟ ترجع في كلامك؟ و... لا طيب. لو انت تشنكلت في واحده وحبتها وهي دي اللي اقنعتك زي ما انت بتقول وانت لسه ما خلصتش لستة الحاجات اللي المفروض تخلصها الاول سواء شغلك سواء بيتك سواء دخلك إيه, ايه اللي هتعمله هتقول لها استنيني لما اخلص ولا هتاخد القرار بالارتباط ولا هتعمل ايه مش مش هاجل الموضوع لا هبتدي يعني لو فيه لو فعلا حسيت ان في حد هو ده المناسب لا هبتدي الموضوع لا هتكمل مشوارك معاها يعني يعني دي الحاجات دي مش هتخلص موضوع الشغل ده والاحلام في الشغل والحاجات دي مش هتخلص يبقى كده انا مش مش هرتبط انا بس بقول ممكن في الوقت اللي انا فيه ده ممكن عندي اولويه بس الاولويه دي مش على طول ومعنى كده ان هي ممكن حاجه يعني مش سكين على رقبتي يعني طب مش خايف الاولويه دي فيه. تاخدك لغايه ما توصل لسن يضيع العمر وتيجي تفكر لا. لا. ومش مش بقول مثلا ان انا دلوقتي ما بفكرش في الارتباط ومثلا لا لو في جت بنت عجبتني ولا واخد بالي لا ما بقولش كده يعني لا انا طبعا ها لو في حد وحد مناسب وانا مقتنع وفي مشاعر وفي اقتناع مبدئي هبتدي اتكلم واشوف الموضوع اذا كان هيمشي ولا لا وبعد كده بقى بنبتدي يعني مع بعض بنشوف ونقرر لو الموضوع مشي وخلاص واحنا الاثنين يعني اتفقنا مع بعض يبقى بنشوف بنرتب مع بعض اولويات حياتنا لانها بيت حياه واحده يعني انت عندك استعداد للخطوه دي حتى لو جت في نص مشغولياتك في شغلك او وات ايفر على هي ممكن تيجي في اي وقت قصدي ملهاش, ملهاش وقت معين عشان تيجي فيه دي ممكن تيجي في اي وقت يعني طيب سؤالي هل هي ملهاش وقت معين يعني يعني انا اللي انا عارفاه او اللي انا فاهماه من الخلفيه الشرقيه اللي انا جايه منها ان الشاب بيتخرج حتى لو قابل حب في حياته مش بينفع ان هو يرتبط لأنه هو مش جاهز ماديا فاللي بيحصل ان هو مش بيرضى ان هو يكمل القصه ده دي كان زمان؟ بيقول لها سوري لغايه دلوقتي لا انا بتكلم عن مصر بيقول لها سوري انا مش جاهز وقدامي اربع خمس سنين جيش وارتب نفسي واشوف شغل واجيب شقه دي حاجه الحاجة الثانية سؤال اللي أنا عايزة أسأل عليه هل أنهي الأفضل لو أنا اتشكلت في واحد وحبيته وقررنا سواء إن إحنا نتجوز ولا إن طبيعي جه السن المفروض للجواز وجالي الشخص المناسب اللي قرر برضو بعد ما كون نفسه إن هو يتجوز وبعدين هيأنا نفسنا يعني بقينا نعرف بعض أو حاولنا نتعرف على بعض لغاية ما بقى فيه شوية مشاعر مشاعر وقررنا إن إحنا نتجوز ايه الاحسن او ايه المفروض يتعمل يعني تفتكروا هنعرف <applause> انت بالك ساعه بتسالي <تسفيق> <applause> <ما> <تصف>. نسيت اول سؤال لا انا هقول لك كم حاجه كده يمكن يجاوبوا الاسئله دي يمكن انا ما عنديش يقين أه الله بيحط فينا تجاذب طبيعي ناحيه الجنس الاخر ده ده ده, ده شيء طبيعي وفي وقته انا طبعا بتكلم على بعد سن المراهقه فالتجاذب الطبيعي ده ده صحي ومن الله وبيعبر عن انسانيتنا وبيعبر عن كنا رجل وامراه او ذكر وانثى ما اقدرش احط سن للزواج يعني ما اقدرش اقول الزواج الجيد يبدا عند 21 سنه عند 25 سنه عند 19 سنه ما فيش ما فيش قاعده بتقول كده لكن على الاقل الزواج يبنى على نضج والنضج في جزء منه مرتبط بالسن اللي هي بعد مرحلة المراهقة النضج الجسدي والنضج النفسي مجموعة من مراحل النضج بتحصل بعد كده لكن في كمان نضج اجتماعي نضج العلاقات وقدرة على التحليل والاختيار النضج الثقافي مش مش اللي مبني على معلومات بتتحشي في مخي وقت الدراسه فبفتكر ان انا فاهم لكن دي دي كلها مرتبطه بعامل وقت لازم أعد فيه. اه احتمال كبير وارجو انه برضو اتفهم صح. احتمال كبير اني لما بعدي بخبرات يعني انا دخلت في 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 لحظات الجمله اللي انت قلت عليها اتشنكلت دي انا مش موافق عليها قوي ان في حد اسمه اتشنكل في الحب دي حركات افلام عربي لا مش فكرة افلام عرب بس سيف شغلي مثلا او وانا في الجامعة ولقيت الانسان اللي فيه المواصفات اللي تنسيبني وأنا مش وحبيته مشكلة كلمة وقوع في الحب أوه. انها لا مش الحب النظرة الأولى والكلام النظر ده لا, أولى. لا لا لكن أنا بتكلم إنه أنا في الشغل لقيت الشخص اللي فيه المواصفات ده معناه إن أنا قضيت فترة واحتكاكات بينا وبين بعض كتير زعقنا في بعض وضحكنا مع بعض واشتغلنا مع بعض واتخانقنا مع بعض واخدة بالك فاكتشفت إنه إحنا على فكرة ده إحنا ممكن قوي نعمل جواز ناجح يعني هنا ده اللي بقول عشان كده بقول الحب اختيار حب هو حب قرار اه اوكي يعني ده احسن من ان اتنين اتفقوا ان هما او واحد بيتقدم لواحده واتفقوا ان هما يعرفوا بعض عشان يتجوزوا ولا ان يكون في هم بيعرفوا بعض وبيحبوا إن إن بعض ان انه إن, إن, ان يحبوا بعض ويتجوزوا آه. ولا يتقابلوا وعشان يحبوا بعض بالظبط في حالات ناجحه تماما في مم. السكه دي وحالات ناجحه في السكه دي في حالات فاشله جدا في السكه دي في حالات فاشله هي مش قاعده ما اقدرش انا احطها مقياس لكن انا ابقى عارف انا عايز اعمل ايه انا عندي المفاهيم متستفه صح مش لانه العريس جه كلم بابا وقال له يا انكل انا داخل من الباب انا عايز اطلب ايد بنتك فهي البنت تحس لا انا لازم احب واتحب ولازم اطير ولازم أ... يبقى, يبقى يبقى جواز فاشل <تصفيق> <تصفيق> انا واقعي ولا مش واقعي اغمزيني على طول لا واقعي واقعي يبقى ده جواز فاشل لا ده ممكن يبقى جواز ناجح جدا الفكرة أنا أنا كبنت جالي الشخص بالطريقة دي ما شفتوش قبل كده ولا حبيته بقى ولا وقعت فيه ولا اتخبطت فيه ولا أي حاجة وأول مرة أشوفه وهو قاعد في أوضة الصالون عشان كده بيسمى هذا الزواج زواج الصالونات اللي بيبدأ بتعارف الرسمي وأنا سواء الولد أو البنت أحوله لزواج ناجح إن برضه مصر أنا مش هتجوزه إلا أكون مقتنع تماما ده الشخص اللي أديله حياتي عرفت لقيت فيه المواصفات اللي تتوافق ان احنا نكون جواز ناجح مع بعض امين فاهم يعني عايزه اقول ده لا يغني ده طيب في حاجه تاني ازاي احدد او ازاي الشباب دول في ظل زحمه العلاقات ودلوقتي بقى البنت ليها 20 500 واحد صديق والولد ليه 5000 بنت صديقه ازاي يحدد شريك حياته في وسط الزحمه دي وحاجة تاني كمان أنه من كتر ما هم عايشين مع بعض وبيخرجوا بيروحوا وبيسافروا مؤتمرات بيتحولوا إلى بإخوات. إخوات إخوات ومش بيفكروا في بعض فإزاي إزاي يختاروا بالشكل ده إزاي يختاروا دي عملية كل واحد وطريقته يعني برضو ما فيش وصفة سحرية هنقولها الناس تختار على اساسها. بس اللي انا عايزه اوصل له ان هم ممكن يلاقوا المواصفات اللي هم عايزينها بس مش بياخدوا بالهم فيش المشاعر من كتر ما هم عايشين مع بعض. لا دي ده ده ده, ده مطب احنا حطينا نفسنا فيه انا يعني انا موافقك تماما لانه البنت متربيه معايا في الكنيسه يعني طبعا انا اسف انا عارف ان كنت طالعين هنا فيمكن نسيتوا الستايل اللي احنا متربيين فيه او الطريقه متربيين. الكنيسه بتاخد وقت طويل جدا مننا بنلتقي شباب وشابات تقريبا طول الاسبوع يعني ممكن يكون تلات اربع مرات في الاسبوع ده غير تليفونات ولجان ومش عارف ايه يعني فالشاب بيطلع حاسس انها اخته يوم ما هي يتجوز لا يتجوز واحده ما يعرفهاش ويبحث ويبحث ويدور انا بقول خلي بالك وخلي بالك مهما حاولت تعرف عن شريك حياتك قبل الزواج أول ما تتجوز هتكتشف وكأنك ما تعرفش حاجة. لأن اللي محتاجين نعرفه في جوازنا لا ينتهي. تفاصيل 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 عشان احنا ب... بنجمع ثقافتين بيعيشوا مع بعض يكونوا جسد واحد. فأنا بقول استغلوا فرصة على الأقل أنت عارف عنها بعض الحاجات. استغل فرصة على الأقل إنك عارفة عنه بعض الحاجات. فما تحسيش بإنه إش هذا الشخص لا إيه ده ده أخويا، يعني أنا عمري ما فكرت فيه. لا لازم تفتحي قلبك، تفتحي عينيك، تفتحي آه عقلك على إنه ممكن يكون ده زوجك، ممكن البنت اللي أنت شايفها أختك دي ممكن تبقى وقت من الأوقات مراتك. لإنه استغل فرصة إن إحنا نعرف، استغلوا فرصة الجو النقي اللي, اللي اللي بنطلع فيه وبنعرف فيه بعض فدي نصيحه تحل المشكله انه بنطلع مع بعض لكن ازاي اختار من وسط او ازاي تختار من وسط بقى كتير. زحمه هي هترجع لي المواصفات اللي, اللي اشعر انها بتكملني الاسس اللي انا حاططها اللي مش هتنازل عني يعني انا هرجع تاني اقول عشر مواصفات دولت يعني يعني اللي انا قلتهم المستوى الثقافي المستوى الاجتماعي المستوى المادي الطائفه الفرق العمري بينه وبينه رضا الاهل عنه صفات خاصه بيه هو زي مثلا مقدار كدبه مقدار انانيته مقدار بخله الحاجات اللي هي الشخصيه قوي دي لازم لازم كل واحد وكل واحده يبقى عنده القناعات دي ما <تفكر> <applause> انا مش قاعد في طياره واي حاجه تخبط فيا، انا عايز اسالهم سؤال تفتكروا ايه المناسب انه عريسك يكون اكبر منك وعروسك تكون اصغر منك ولا العكس؟ ولا مش فارق؟ عايز اسالكم انتو ما فكرتوش في النقطه دي بس دي نقطه مهمه تفكروا فيها فده دي مواصفه بس نتكلم فيها الاول مش فارق يعني يعني سوري أنا بالنسبة لي يعني مهم مش فرق ان السن أكبر أصغر بس مهم ان أنا ما أحسش بالفرق دوت، سواء كانت أصغر مني بكام سنة أو أكبر مني بكام سنة، مهم ان أنا ما أكونش بحس في فرق في التفكير. يعني مش قضية كبيرة يعني. ده مقياس رائع جدا فكرة ما أحسش ان في فرق في فرق جيل بيني وبين شريك حياتي، سواء هي أكبر أو أنا أكبر. قلت حاجه اه يعني ما فيش فرق في النضوج او بس الطبيعي طبعا اللي انا كبنت بفكر فيه ان هو يكون اكبر مني يعني دي حاجه ما انا عايز اسمع دي يا دينا ليه عشان ده المجتمع كله ده الستاندرد بتاع المجتمع اللي احنا اتربينا فيه او اللي انا اتربيت فيه يعني هو مش بس الستاندرد بس اه يعني انا عن نفسي انا احب ان هو يبقى اكبر مني يعني تبير فور مي ان هو يبقى اكبر مني اولا انا اعرف ان البنت بتنضج اسرع شويه من الولد برافو عليك ما انا ف... بقول لي دينا ليه بتقولي كده مش بس من المجتمع لكن في حاجات فسيولوجيه وحاجات نفسيه فعلا بتقول كده لكن انا عندي نماذج ناجحه جدا في ذهني الراجل اصغر من الست وجواز طبيعي جدا بس كملي كلامك يعني يعني ده 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 mostly يعني ده اللي انا كنت عايزه اقوله انه شويه البنت بتنضج اسرع فلما البنت يعني ما ينفعش البنت تبقى ناضجه وهو لسه يعني مثلا لسه ما نضج قوي لا ممكن تبقى هي ناضجه وهو ناضج مدرسه انا بنكت <applause> <applause> لا هم ما في سن معين بيتساووا يعني بيبقى في سن معين بيوصلوا لنفس الدرجه اه يعني, يعني مش هتفضل طول عمرها أيوة مش هي هتفضل تنضج يعني اسرع آه يعني لا يعني هما هيجوا في فرق ثاني هو السن اللي في البطاقه ولا السن لا بس انا قصدي يعني مش فرق جامد او يعني حاجه من الحاجات كمان اللي بس اللي بسمعتها اه بس اصل هما لما الفرق السن دا ولما هيكبروا مش عارف هيبقى لما هيبقى دي هتعجز قبله ولا ده هيعجز قبلها فهي الفين هو في اللي عناصر, عناصر فسيولوجيه اه بس بتقول انه يفضل الراجل يكون اكبر علشان العناصر الفسيولوجيه دي وكده لكن انا بقول خلينا حرين يعني ابقى مدرك كل الامور دي بالمناسبه اي حاجه في الجواز تنفع بس الاثنين يكونوا مدركين وفاهمين المشاكل الناتجه في المستقبل. لو انا هتجوز واحده اكبر مني انا كراجل بتجوز واحده هي اللي اكبر مني ابقى عارف ومدرك ومتكلمين انا وهي خلي بالك انه عند السن الفلاني هيحصل كذا وانا هبقى كذا احنا نبقى مستعدين لكن مش ان احنا نطنش ونسكت ويعني وقت الله يعين الله مش مش هينفع هنتصدم بسرعه اتكلموا مش انت عايز ازاي اختار اتكلموا في كل التفاصيل على قد ما تقدروا هي اكبر هو اكبر مش دي المشكله ابقى مدرك المشاكل الناتجه عن الحاله اللي انا فيها حتى لو هو لو انا اكبر برضو في مشاكل احساس الراجل بانه هو السيد وانت لسه عيله ما تعرفيش حاجه ما دي, دي دي مشكله كبيره الراجل دايما يبص على الست اه وانا عايزه لك كمان مع الوقت شويه بتحس ان البنت بيبي بتصغر عن عن الراجل اكتر يعني يعني. لما يعني انا شايفه اه الجاب يحصل أوه. ممكن بقول. بقول مش ده اللي بينجح ويفشل الزواج اللي بينجح ويفشل الزواج او الاختيار بيبقى مش مظبوط لو انا مش مدرك مشاكل الوضع اللي خاص بيني وبينه يعني يعني لو انا اخدته كريستين بكلمك تحديدا يعني بتقولي انا افضل يكون اكبر منك لو 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 انت لقيتي اغلب المواصفات اللي انت عايزاها اللي بتحقق أه تكامل بينك وبين شريك حياتك وهو اصغر منك انا اشجعك تفكري بس واحد من الشروط تتكلموا في المشاكل بتاعت النقطه دي وتبقوا حاسبينها قدام هنستحمل هنخاطب بعض الحب اللي بيننا عشان كده بقول الحب هو اللي هي سلاح قدام الحب اللي بينا هيعدي الأزمة دي يبقى في الحالة دي هيطلع زواج ناجح ده بالنسبة للسن يعني آآ 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 أنا خايف بس أن أنا أنا عايز عايزهم هم الكلام لا مش عايز أخد كل الحلقة طيب هو أنا كان عندي سؤال عايزة أسأله لهم لو أنت بتحبي واحد, واحد واكتشفتي إن هو حب قبلك قبل كده هتحاولي أن أنت خلاص تنسي الموضوع كان بيحب واحدة وخلاص ولا أه هتفضلي تشكي في تصرفاته ولا هتاخدي قرار ان انت مش هت لا مش هترتبطي بيه ومؤمن معايا انا لا عرفت بقى انه كلمه مؤمن مهم قوي بس مش يعني <applause> مش في حاجات تانية كتير قوي <applause> اشكرك على السؤال ده يعني سؤال حلو بالنسبه للسؤال ده انا يعني انا ما اقدرش احاسب قبل كده ما دام انا في حياتي في ده ما اقدرش عليها بس طبعا ابقى يعني اتليست يبقى يلي ما معرفش من بره في كورس هيبقى لكن ما احاسبه فيها ما اقدرش اقول له لا انت عشان خاطر حبيت قبلك كده فده ممكن يكون نفس الفكره مثلا معايا انه ده حصل مثلا معايا فيعني كده انا بظلمه معايا يعني أه بس حتى لو حب كان يعني بيحب كذا واحده يعني في حياته كذا واحده ومش هيجي في وقت بعد كده حتى لو انت كملتي مش هيجي في وقت ان انت زي يعني كل ما حد آه يعدي من بيحبها, بيحبها ولا ايه؟ يعني بيحب على روحه يعني <تصفيق> 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 لو ده دليل على يعني عيب في شخصيته دي تبقى حاجه الواحد طبعا يخاف منها لكن لو مش دليل على عيب في شخصيته ده مجرد تعارف زي اي اثنين بيتعرفوا وما بيحصلش يعني توافق يبقى ما فيش حد فعلا يقدر يحاسب حد كان بيحاول يلاقي شريك حياته وبعدين ما لا يعني ما كانش ده مش هتخافي السكت. طيب ان هو لسه بيفكر في الحب القديم او ان هو بيقارنك بيها او حتى لو في قرارة نفسه مش هتخافي من كده؟ ده يعتبر لو انا شخصيه شكاكه جدا يبقى هفضل اشك فيه حتى لو هو اثبت نفسه تماما ان هو مش بيفكر فيها ف في الشخصيه القديمه فالمفروض ان انا ببقى عندي تراست مع الشخص ده فالثقه اللي ما بينا هتخلي ما يبقاش فيه شكوك كتير دي بس في حاجه انه لازم يبقى في فتره يعني مش مثلا هو لسه عمل لها علاقه مثلا من شهرين وبيبدا معايا اكيد هيبقى لسه في حاجه لازم في فتره فتره نقاهه كده يعرف يفوق يعرف يشوف نفسه هو مين الاول ده يعني ده بالنسبه لي ما اقدرش ان انا ادخل في حياته مثلا هو لسه اوف كورس غصب عنه ممكن يقارن لانه لسه هو لسه بيفكر فيها او لسه الدنيا لسه متكعبله عنده يعني ده إيه العقل ده كله بس صلوية. السؤال ده أصعب للأولاد <applause> أيوة أنا لسه يعني عايز أسمع فادي يقول إيه لا. يعني بقى اتربنا بقى لأ لو <applause> مش فكرة إنها كانت بتحب حد يا فادي أنا صعب السؤال أكتر لو عرفت إنها كانت بعد ما قربت منها اكتشفت إنها كانت مخطوبة قبل كده وفكت يعني انا قلت اصعب من كده بس ماشي بجد طب قولي هي مش فكره خطوبه قد ما هي كان اه, اه, اه يعني مرتبطه بالحب انا شايفه ان الحب اقوى من الخطوبه ممكن واحده تكون مخطوبه لواحد هي كانت رافضاه لكن واحده كانت بتحب واحد ومتيمه بيه بس الموضوع فشل خبك انت انت في قلبي يعني جربتش قبل كده بس لما اجرب لكم عرفتي بس فيها بقى كل المواصفات اللي اقنعتك يعني زي ما انت بتقول يومين سويت يومي يعني ما حسب يعني اعتقد انه لا يعني مش هيبقى عندي مشكله طالما لو انا عارف ان الموضوع انتهى وخلاص وانتهى يعني مش انتهى وهي وهي مكسوره بقى ومجروحه ولسه بقى بتفكر فيه بقى وانا هاجي عشان اضم يعني اشفي الجروح بتاعت <applause> اللي فات لا يعني مش لا مش هبقى كده فلكن لو هكون لو انا عارف ان الموضوع انتهى اوكي وكل حاجه تمام يبقى ممكن لو انا عارف ان هي فعلا انتهت وبتفكر في يعني بشكل جديد يبقى اوكي. طيب انا عايزاك يعني هنطلع فاصل بس قبل ما اطلع الفاصل هقول لك في تساؤل جالي دل جالي دلوقتي وهت على يعني هو في نفس الخط ده. اوكي. واحد بيسال بيقول انه كان بيحب واحده قبل كده والظروف ما سمحتش ان هما يرتبطوا. فهو بيفكر في الارتباط فكذا حد بيشاور له على واحده او بيقول له فلانه دي كويسه. وهو شايف ان فيها كويسه وفيها كل المواصفات بس مش حاسس ناحيتها مشاعر يعني مش بتوحشه زي الاولانيه مش بت يعني مش بيفكر فيها زي اللي كان بيحبها الاول فمش عارف يبتدي ياخد خطوات عمليه ولا يستنى ولا مش هي دي خالص انت هتاخد فصل بعد كده جاوب ولا لا جاوب بعد كده, كده <applause> كنت افكر بس في النص عايز ناخد فصل ونرجع اوكي بس لا يعني ب... طبعا لما بتيجي حاله عمليه زي كده محتاج لل... الواحد يعرف اكتر تفاصيل اكتر عن الحاله لكن انا هرد على المنطوق اللي انت قلتيه آه... لا هو لسه آه... ما تشفاش تماما من الارتباط الاولاني الأقل الارتباط لو حتى من طرف واحد ناحيته هو شاعر انه هي دي كل حاجة في حياته ومش عارف يطولها سواء بقى ظروف مادية سواء ظروف عائلية رفضوا او بعد سفر ايا كان ايه السبب فهي دي اصبحت بالنسبة له المواصفات المطلقة لشركة الحياة لانه معرفش ياخدها لانه معرفش يوصلها باي طريقة حتى لو الظروف هي اللي منعته فانا بشعر دي عملية نفسية لو دائما الممنوع مرغوب فلانه مش عارف يجيب يوصل للشخصيه دي فهو بيصورها في اي شخصيه تانيه فحاسس انه اي واحده تانيه مش زي دي دي سهله دي معروض عليه إيه؟ ده ممكن يروح يتجوزها بكره فانا اعتقد لا هي عمليه نفسيه محتاج انه يقعد مع حد او يكون صريح مع نفسه ويتشفي تماما من الحب لانه يفصل وانه دم ده باب واتقفل بس هو, صفحة هو بيقول دي. هو مش بيفكر فيها هي اتجوزت يعني هو مش بيفكر فيها بس في نفس الوقت لما بيفكر في واحده تانية عشان يتجوزها مش حاسس بنفس المشاعر اللي كان حاسسها مع الحب القديم اللي هو دلوقتي مش بيفكر فيه يعني ده ده كان كلامه أه ما اعرف طبعا أه يعني هو ليه ليه قاس المشاعر بالمشاعر الاولى يبقى يعني في مشكله هنا يعني انت مش زي ما كنت بشعر ناحيه ناحيه الاولى طب ما انت لسه يعني هو ده الستاندر بتاعك انا شايف لا في مشكله في الشخص ده يعني محتاج انه يكون صريح مع نفسه اكتر من كده ويقول انا هبوقف ويمكن يكون اللي هو راح يرتبط بيها دي المواصفات اللي الجيده زي ما انت قلت لي ان معروضه عليه ويروح تقدم لها يمكن هو ده الحب الحقيقي ويمكن اللي انت قلته ده اللي, اللي مع البنت مش هو الستاندر الحقيقي يمكن فأنا بقول لك المشكلة استيل فيه لأنه هو عمال يفكر في في الأخت اللي اتجوزت دي طيب أعزائي آه المشاهدين هنطلع فاصل دلوقتي وهنرجع لكم تاني وهنكمل كلامنا والشباب بيتكلم ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين وهنكمل كلامنا والشباب بيتكلم بس بفكركم ان التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه وبشجعكم ان انتم تتصلوا بينا وتقولوا لنا اسئلتكم خبراتكم عايزين نسمعكم معانا في الحلقه النهارده. اسيس ماهر كنت عايزه انت قلت لي في لازم يكون في توافق ثقافي، توافق اجتماعي، لازم حاجات كثيره ازاي اعرف المستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي ازاي اعرف انه مش بخيل ازاي اعرف أنه هو مش كذاب ازاي اعرف كل الحاجات دي في وقت انا مش بيظهر على حقيقته قوي يعني طيب انا هقول كده كم مبدا برضو سريع لان المواضيع دي معقده ومفيش واحد بيجي يتقدم او واحده بتتعرض على حد يعني وبتبان كل حاجه بالبساطه دي. انا بنصح الاولاد والبنات ما تتجوزوش ليه كده؟ من <applause> كمل الجمله يا شباب تخيل <applause> <applause> من النوعيات الاتي اسمها <applause> واحد او واحده ابن امه او بنت باباها عارفين انتوا يعني اعتمادي بشكل غير عادي على بابي ومامي بابي بياخد لي قرارات مامي بتاخد لي قرارات كل حاجه كل اسراري كل حاجتي مع بابي ومامي الشخصيات دي ما تنفعش ترتبطوا بيها لو انتوا بتدوروا على شخصيات دي شخصيات مريضه ده مرض في الولد والبنت ولا انت انا بتكلم على الاثنين آه. ده في الاثنين موجودين يعني البنت وسهل قوي البنت تلاقيها ميالة جدا لمامتها كل حاجه كل حاجه كل حاجه يعني حلو ان البنت تشارك مامتها لكن انه في حد انه مين بياخد القرارات في النهايه؟ القرارات الشخصيه انا لازم احس ان انا كيان كامل آه فالشخص المعتمد على بابا ومامته لسه لم ينفصل ما قطعش الحبل السري بين الاب والام بي بينه وبين ابوه وامه آه ده شخصيه خطر في الجواز ده مش هيعمل جواز ناجح حتى لو كان ماديا كويس واجتماعيا كويس وثقافيا كويس فيها مشكله. الشخص الثاني اللي تخافوا تتجوزوه الكذاب او الكذابه. طبعا مش عايز اخش بقى في انواع الكذب والكلام ده كله لكن الشخصيه التي لا تظهر على حقيقتها. في كل مره بلاقيه بقصه شكل، بلون شكل، مفيش حقيقه بيقولها لي كامله على بعض. الشخص الكذاب والشخصيه الكذابه ده مرض الكدب ده مرض مش هينفع هتبقى خاينه هيبقى خاين مع المستقبل آه هيبقى غير امين على اولاده غير امين في شغله ما بتعرفش هو بيخرج بروح فين ما بتعرفش هي بتخرج بتروح فين انت دخلت في سكه عشان كده بقول بس ده هيكتشفوه ازاي حاضر يعني كلمه ازاي دي ما هو ما هو شخص قدامي يعني ما هو اصل كمان انا مش بدخل الشاب في امتحان اي كيو خد جواب على ده وتعالى قول لكن هي 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 احتكاكات هقول جمله هتسهل شويه الشخص التالت الشخص البخيل مش الحكيم مش الحريص لانه احنا في زمن محتاجين نكون عندنا حرص في طريقه الصرف وعندنا امانه في الفلوس اللي معانا لكن بتكلم على البخيل، المرض. خلي بالكم من الثلاث حاجات دول امراض. يعني التطرف في طريقه الحكمه الماديه اللي يخاف مفيش داعي اقول امثله علشان لا اخبط في حد، بس انا انا بقول اللي, اللي عنده امراض نفسيه اللي عندها امراض تحتاج نوع من انواع العلاج يفضل ان اكون واخد بالي قوي من جوز. ازاي اعرف وازاي اختار في مقوله لذيذه قوي هي يعني ترجمه ما تتجوزش حد الا لو عشت معاه صيف وشتاء ايه ايه المعنى اللي وراها مش صيف وشتاء يعني يعني عام ميلادي كامل في فتره الشتاء وفتره الصيف لا يقصد شوف شريك حياتك قبل ما تقول ان هو ده وتقول تعالى نتجوز في كل المواقف اللي في الدنيا شوفوا على سجيته شوفها على سجيتها شوفوا لو هو بيحب الكوره شوفوا وهو بيتفرج على ماتش كوره شوفيه شوف ردود افعاله وانت شوف ردود افعالها وهي بتحكي مع مامتها شوف في الشغل آآ آآ شوف في طريقة الصرف لما بنيجي على العزومات عيش معاه الأجواء كلها ما تحسوش أنه التعارف هو الفترة اللي فيها طب من فضلك كلمنا عن نفسك هيقول أحلى كلام وهي هتقول أحلى كلام لأنه الشخص وهو راح يقابل البنت اللي راح يخطبها أو بيتقدم لها بيبقى على أحسن شكل بيظهر أحسن حاجة عنده سواء في اللبس أو في الكلمات أو حتى في الهدايا وكذلك البنت وهي خارجة من البيت هتقابل الشخص اللي هترتبط بيه بتبقى بنفس الأمر أنا بقول لا خلينا وعين عينينا بتختلق فرص أني أقدر أشوفه في مواقف مختلفة أنا لو عرفت أنه بيحب يقعد مع أصحابه مثلا في ستاربكس أجي كده مرة مرات طب أنا هطلع معاكم يعني أنتوا بتخليني معايا عيش حياته عيش حياتها يعني يعني عشان تقدروا تعرفوا بعد هنا تقدروا تكتشفوا مقولة تانية بتساعدني على هذا الأمر الزواج للناضجين يعني إيه للناضجين الناضج هو الشخص اللي بيعمل المطلوب المهم مش بيعمل اللي بيحبه بس ده الناضج اللي بيعرف يختار يعني انا لو ناضج هاجل اكل الشوكولاته عشان اكل خضار دلوقتي الشوكولاته حلوه وبحبها لكن انا لان عارف انه لو اكلت شوكولاته هتديني آآ آآ سكريات وممكن تسد نفسي عن الاكل المفيد فانا قررت اختار كده فالزواج للناضجين انه يكون عندنا اختيارات آآ آآ او اقولها بطريقه تانية عندي قدره على ان اشتغل على ان اعرف هذا الشريك انا انا بضحي بحاجات باخد اولويات باخد قرارات ان انا في الاخر عايز اوصل معرفه حقيقيه بالشريك ده دول الحاجتين يساعدوني ان انا اكتشفه طبعا بقدر الامكان لو لو هو قريبي فبسال عنه لو عرفت انه يعرف ناس كبيره انا اعرفها كاهن مثلا او قسيس او خادم فيبقى كويس ان بعرف او اعرف عنها حلو مثلا انه في مره من المرات اشوف بيتها اشوف بيته بهدف ان اعرف البيئه اللي طلع فيها هذا الشخص اللي طلعت فيها هذه الشخصيه بياكلوا ازاي؟ بيتكلموا ازاي؟ أحلامهم إيه؟ طموحاتهم إيه؟ رأيهم إيه في عريس بنتهم؟ انتظاراتهم إيه في مرات ابنهم؟ أه واخدين بالكم أنا بعمل إيه؟ أنا أنا بحاول أقرب أكتر لكن ما استناش إن أعرف هو ده اللي هتجوزه من مجرد المقابلات العادية اللي بنقعدها نقعد في جنينة او نقعد بقى في ستاربكس وحدنا ونقعد نتكلم 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 هتسمعي احلى كلام هتسمع احلى كلام وهتشوف احلى سلوكيات لكن الواقع العملي هو ده اللي يخليني اكتشف الشخص طيب هو في سؤالين جولي في سؤال منهم انا كنت لسه هساله للشباب فانا هساله برضو ليكم ايه رايكم عن الجواز عن طريق الانترنت او الفيسبوك <تصفيق> 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 صعب شويه يعني اقدر اقول انه شويه صعب مش سهل مخاطره مش قليله يعني انا انا شخصيا اعرف ناس اتجوزت عن هذا الطريق والدنيا ماشيه كويس ده على حد علمي لكن مخاطره كتيره ده اقدر اقول مخاطره كتيره قوي يعني انا ما أعرفش الشخص اللي قدامي ما اعرفش اي حاجه عنه هعرفه ازاي غير عن طريق دينا نفس. ينفع تتجوزي عن طريق الفيسبوك عن طريق الشات وكده لو افترضنا ان الشخص ده حقيقي اصلا ويعني هو بيتكلم عن نفسه الشخص ده صح يبقى لازم نطبق الكلام اللي احنا سمعناه دلوقتي ان انا بقى ابتدي اقابل الشخص ده واتعامل معاه واعرف يعني اعاشره في اوقات مختلفه عشان اعرف يعني دي قصدك تبقى بدايه لكن مش يفضل لو هو في بلد تانية وما ينفعش تتقابله لا ما ينفعش بالظبط يعني عشان مش هعرف اشوف سلوكه الحقيقيه غير عن طريق ان انا اتعامل معاه لو هو بس هيكتب لي ممكن يكتب احسن حاجه يعني ف فادي لا ما كده ما احبش طيب. ابتدي حاجه اساسا يعني شخص يعني مجرد صوره انا شفتها تجذبني اقول اه اوكي انا ممكن عايز اتجوزها او عايز ارتبط لا ما طيب اسيس ماهر ده سؤال جاي لنا أه حد بيسأل هو ده بتاع الإنترنت؟ أوه. آه لو الجواز عن طريق الفيسبوك عن طريق الشات والصورة وكل الحاجات دي أه كل ما التكنولوجيا زادت كل ما بالتالي الفائدة زادت ولكن في نفس الوقت اللي ما بناخدش بالنا منها أن الشر أيضاً زاد فكل شيء ممكن يستخدم صح وممكن يستخدم خطأ أنا بقول الشات الـ النت، الـ الموبايلات، كله دي بركة إنها تم اختراع هذه الحاجات وإحنا بنعيش في هذا العصر، فليه ما نعتبرهاش وسيلة شريفة للتعارف والتقارب؟ لكن إذا تعدت كونها وسيلة للمعرفة يبقى في خطورة. هكون أوضح شوية أه يا ريت. إنه إنه في ناس بتستغل الشات والكمبيوتر بطريقه خطا إلى الدرجه اللي فيها إنه بيمارسوا أمور شاذه جنسيا خطأ عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الموبايل حتى لو موبايل من غير كاميرات والكلام ده موبايل بصوت حاجات فعلا فظيعه يعني يعني أنا مش بتكلم على هذا المستوى لكن أنا بقول إنه لو هي نقطة التقاء أنا عرفت إن في حد وهعرف أكون معاه كل العلاقة بعد كده عشان في الآخر نختار بعض أمين دي زي واحد جه عن طريق الصالون زي واحد قابلته في الكنيسة مم. عرفته لو هي بداية علاقة لو بداية لو بداية تعارف تعارف لكن لو هي الجواز كل المعرفة بيني وبينه هتتم عن طريق صور وعن طريق آه كلام يقوله عن نفسه وأنا أقوله عن نفسي حتى لو كان شريف أنا أخاف لما نيجي نتقابل بقى في الحقيقة في الجواز مم. أخاف فانا بحذر الناس نستغل البركه اللي احنا فيها انه دي نعمه ان احنا في عالم اتصالات والعالم المفتوح ونستغل كل الامكانيات الموجوده لكن عقلنا راح فين فانا مش في الاخر مش هتجوز 4 جيجا و5 جيجا انا هتجوز بني ادم ف طيب عندي جالي سؤال تاني هو عايز هي واحده وعايزه الولاد اللي يعني انا هسال فادي وحضرتك هتقول لنا بقى ده لو انا واد <applause> <applause> هي كانت بتحب واحد ولغاية ما كانوا خلاص هيتجوزوا راح هو انسحب فهي بتسأل هل ده حب حقيقي ولا هو كان بيحبها حب حقيقي ولا كان بيلعب بيها من الأول ولا إيه أنت إيه رأيك شاب كده <applause> ليه انسحب؟ يعني ما اعرفش يعني هل هل هل, كان في مشاكل بينهم؟ هل في عيب فيها؟ في عيب فيه؟ لا هي هي ده سؤالها هي كان كانوا بيحبوا بعض جدا ولغايه ما قرب ميعاد الجواز وبعدين انسحب ايه رايك يا هو برضو غامض يعني هو ده كان حب اصلا يعني هو كان بيحبها بص يعني انا مش عايزه احط حاجات في مسميات انا ما اعرفش ايه هو ده سؤالها ده كان حب بجد ما ممكن يكون انسحب بسببها واسالها انت كنت بتحبيه فعلا ما هسال نفس السؤال ليه هي يعني انا ليه 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 اظلم هذا الشخص وممكن يكون اكتشف شيء مش قادر يعالجه في شخصيتها وحس انه ده هياثر على جوازه بعدين هي وتكون هي السبب وممكن يكون هو السبب بيلعب يعني انا انا عشان كده بقول لك المعلومات ناقصه قوي لكن عايز اقول ملحوظه في الحته دي ده مبدا كده حطوه في بالكم اذا اثنين ارتبطوا مع بعض وقربوا من بعض قوي وقرروا ميعاد واتخطبوا وقربوا من الجواز من اول ما بنحدد ميعاد الجواز لغايه يوم الجواز كميه المشاكل اللي بينا وبين بعض بتزيد بشكل غير عادي مم. التوتر بيخلينا متلككين مش قادرين توتر ولا علشان بيقربوا لبعض وبيكتشفوا بعض بيكتشفوا حاجات مية عامل ممكن لانه قربنا أو من بعض لانه اكتشفنا علينا ضغوط اه اكتشفت ان العمليه هت ده 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 دخلت في الجد مسؤوليه بقى التوتر بيزيد من فضلك ومن فضلك لو انتوا قربتوا ووصل التوتر لهذه الدرجه ما تحسوش انه ده هو ده كان حب مش ده كان حب لا اعرفوا انه دي ظاهره اه يضغطوا على نفسكم شويه لغايه ما تبقوا وحدكم هتنزل نص المشاكل دي بتنزل على ما فيش نصها بينزل على ما فيش يعني انا انا عندي حاله انا فاكرها كويس قوي كان ده من زمان قوي وناس تعرفيهم انت اه كان الفرح فاضله له بالظبط اربع خمس ايام بالكتير يعني يعني مش, مش و و والاسيس اللي كان هيعمل المراسم اشترى بدله يعني يعني الراجل اتكلم جات البيت من فضلك من فضلك انا هسيبه انا مش هكمل الجوازه دي طب افهم ايه اللي حصل من غير ما حد يسالني خلاص ولا قلعت الدبله وسابتها لي من فضلك اديها له تخيلوا معايا وصل هذا الامر النهارده اتنين من يعني عايز اقول قد كده في حياه الايمان وحياه الخير يعني هو اتجوزه اتجوزه طبعا ده شيء طبيعي اصلي توتر طبيعي فانا خايف يكون الشخص ده مثلا ما استحملش الضغوط دي آه وافتكر انه انه يبقى هو اختار غلط انا بنصحه انه لا يعني يراجع نفسه لانه هيحصل مع واحده تانية او هي آه اتصرفت بطريقه خطا في وسط آه فتره ضغوط خلته ينفر او يفتكر ان العلاقه انتهت انا مش عارف بس انا حبيت احط المبدا ده انه هذه الظاهره لا تعني انه ما كانش حب او الحب ضعيف او الحب فتر في الفتره دي يعني الموضوع مش كده قوي طيب كان الاساس ماهر بيقول لنا دورنا ودور الله انا عايزه اسالك يا كريستين انت وانت بتختاري شريك حياتك ايه دورك ايه اللي انت المفروض تعمليه ودور ربنا بالنسبه لك ايه <applause> بالنسبة لدوري إن أنا أبدأ أعرف الشخص إنه أبدأ أكتشف الشخص ولا قدامي أقعد وأعرفه وأتعامل زي ما الأسيس كان بيتكلم إن ننزل للحياة العملية بتاعته وأشوف وأتعامل بالنسبة لدور ربنا شوية الدنيا دي شوية كونفيوز عندي لو الأسيس يوضحها بس يعني أنا اللي أعرفه إن ربنا ما بيديناش اوردرز إحنا مش يعني مش هي يعني مش هو الشخص ده هو أنا لك الشخص ده أكيد ربنا مش أكيد عارف إن إحنا We are humans and we are like عندنا في 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 اراده بتاعتنا هو اللي خلقها لنا اصلا يعني اكيد مش هيمحيها عننا ف بالنسبه لربنا ممكن انا اروح اتكلم معاه ان انا اقول له ان انا عندي في شخص الفلاني وعنده كذا وكذا يعني ان انا ادخل ربنا في العلاقه مش اللي هو يا رب هو ولا مش هو يمين ولا شمال ده رايي يعني دينا يعني زي ما كريستين قالت انا حاسه ان دوري ان ان انا يعني استخدم عقلي قبل قلبي في في الاختيار وفي التعارف واستنى ارشاد ربنا عن طريق الليدرز بتوعي في في الكنيسه الناس اللي انا يعني بهتم برايهم جدا والعيله بس فادي الموضوع صعب مش سهل بس يعني انا ده اللي انا بفكر فيه انه ربنا اداني عقل ان انا افكر فيه بيه وان انا وطبعا انا في نفس الوقت انا ماشي مع ربنا يعني انا حياتي قريبه لربنا مع العقل ده بيديني ازاي ان انا اعرف ان انا اختار ده بيديني ان ازاي طريق واعرف ابص عليه ما اقدرش اقول ان ربنا هو لي البنت الفلانية طب افرض واحد في الاثنين دول ما يعرفش يشوف ربنا طب الثاني ضاع بس بقدر اقول ان ربنا اداني العقل وطول ما حياتي قريبه لربنا هعرف افكر صح طيب اسيس ماهر قبل ما هتكلمنا في الموضوع ده في جزئيه عايزه اسالك فيها الاول في حاجه اسمها كيمياء يعني في دايما بيبقى في انجذاب ناحيه حد معين رغم ممكن الولد يبقى قدامه كذا بنت جميله بس ممكن تكون بنت اقل جمال وبينجذب لها او العكس في حاجه اسمها كيمياء تحقيق المواصفات او التقاء الشخصيه اللي هتكملني هي دي اللي بتعمل الكيمياء دي اللي بتعمل الكيمياء، لكن لكن فاحنا تجاوزا بنقول عليها في كيمياء راكبه بينهم بعض. بعدين مواصفات الجمال واحده جميله قوي وواحده اقل جمالا بالنسبه لمين؟ يعني يعني ما كل واحد شايف اللي هيرتبط بيها هي اجمل واحده. محدش بيقول لا على فكره انا هاخد واحد أه هاخد الاقل جمالا يعني هو يقول لك اخدها ليه اقل جمال احنا إحنا بنبقى شايفينها ان هي مستوى جمال اقل لكن هو شايفها احلى واحدة في الدنيا فهي في فكلمة اقل جمالاً دي كلمة نسبية واكثر جمالاً دي كلمة نسبية بالزبط. لكن انا هركز على كلمة الكيميا الكيمياء هي التقاء الراحة اللي بتحصل جوايا نتيجة اني المواصفات اللي تكملني مع الشخص ده التقت فتحس انه ابلع له الزلط آه ما عنديش مشكله استعبط عن حاجه يعني ما عجبتنيش قوي فاشمعنى ما هو ما دي ما كانت حلوه وبس اول ما قالت كده هبت فيها لانه انا من جوايا ما عنديش الراحه اللي اللي في الشخصيه في في نقطه ما انا ما اعرفهاش في منطقه ما ما اعرفهاش فاضطريت اهبش فيها لكن دي انا استريحت من جوايا فدي بتسمى كيمياء يعني لكن هي مش مش حاجه كيميائيه بمعنى أوه. في كيمياء وفي فيزياء طب فيزيا. هل دي من ضمن الحاجات اللي بتحدد بتخليني اختار وبتبقى مهمه في اختياري و... مش عايز انكر عامل الجذب الاولي مش الحب الاولي مش مش عايز عشان كده قلت الاعجاب يتحول الى حب بعد ما يكون في اعجاب هو ده الجذب الاولي مش عايز انكره وده وده شيء طبيعي ربنا خلقنا بيه لكن مش هو ده اللي هبني عليه القرار اذا حصل وعرفت احول هذا الانجذاب الى قرار الى اختيار يبقى ده انا بقول احنا ماشيين في السكه الصح فانا موافقك ان في حاجه اسمها التاتش الاول ده لفته كده شخصيه لفتت انتباه قد يكون شكلها قد يكون شكله مش غلط مش عيب ما احنا بشر واحنا يعني زي ما انت قلت احنا بني ادمين لكن ما يكونش هو ده عامل الاختيار، بعد كده ده بيقودك للتفكير في الشخصيه، بعد كده قرار واختيار. طيب هو قبل ما هدخل في دوري ودور الله او اللي انا عايز اعرفه منك، في جالي سؤال دلوقتي واحده بتسال، واحده مخطوبه لواحد وقربه على جواز بس اكتشفت ان مامته او حماتها يعني حمات المستقبل صعبه شويه، فتكمل في في الارتباط ولا تسيب طب ولا هو إيه؟ نداء بقى، اي حد يلاقي حما سهله يجيبها لي عشان اتجوز بنتها دلوقتي الحماوات سهلين وكويسين وطيبين انا حماتي زي السكر طبعا عشان قدام الكاميرا لا طبعا لا 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 وعندي الايام دي كمان كمان فعلا حماتي ربنا باركني بيها اكتشف انه حماته هي هي البنت اللي أوه. اكتشفت ان حماتها صعبه حماتها انا مش عارفه صعبه ازاي بس هي يعني شخصيتها صعبه ف خايفة من الارتباط ده بسبب حقها؟ هي لازم تعرف انه في الاخر دي مامته. يعني ام ام جوزها. ليها ليها حقوق على الابن. لازم تعرف انه الام ام الولد بتحس انه الولد اتخطف منها. انه جت واحده اخدته يعني ده مشاعر الام في الوقت ده اما كلمه صعبه يعني عايز اقول العروسه لازم تدرك هذا الامر انه انه من حقها انها تشوفه تقعد معاه تتكلم معاه من حق الام انها تحاول تعرف اسرار الام طبعا في كلام لازم يتقال للام بس انا دلوقتي بكلم الاثنين فالعروس لازم تدرك حق الام على هذا الامر لكن في نفس الوقت العروسه لازم تتعلم ازاي هتتعامل مع الشخصيات المختلفه هي كده كده هتطلع بره البيت وهتسيب اه دي النقطه يعني انا شايفه ان المهم هو شيك حياتها بالظبط يعني علاقته بمامته مش مامته لا مش لكن ممتوه. انا هرجع للنقطه اللي قلتها أه. اذا كان هذا الابن من النوع اللي هو يطلق مم. عليه ابن امه بالظبط هو ده لا مم. انا بقول دي في مشكله كبيره مش مشكله في الام دي مشكله في العروسه والعريس <applause> يعني مشكلة في الطرفين إن هم اختاروا بعض غلط يبقى في حالة مرضية هنا أنا بتكلم على الطبيعي آه إنه لازم العروسة تدرك إزاي تتعامل مع شخصيات مختلفة مع أم بهذه المواصفات مع طب ما هو ممكن تكون أم مامتها هي شخصية صعبة بالنسبة لجوزها يعني أم العروسة دي هو شايفها إنها شخصية صعبة بس كل واحد من الطرفين لازم يدرك دور الاهل واحساس الاهل ومشاعرهم وحقوقهم علينا وازاي نتعامل مع الشخصيات عموما شخصيه اكيد الام بتبقى سن اكبر من العروسه طبعا فالشخصيات الكبيره ليها طريقه تعامل ازاي احكي حاجه واقول بعض الاسرار اللي ينفع اقولها وما اقولش حاجات لكن مش على طول لا ده ده جوزي ومحدش يعرف عننا حاجه بحس ان احنا ممكن نعمل اللي احنا اللي بنصنع المشاكل هي عايزه حكمه في, في التعامل اما لو هي بقى شخصيه متسلطه الحمدي شخصيه متسلطه وكده ده موضوع تاني خالص يعني ده عايز تدخل بقى <applause> ان الاثنين يتجوزوا ويهاجروا او يسافروا او اي حاجه <applause> انا <أكاد بقى. تصفيق> بتكلم على الافرج الطبيعي <applause> بس هي بتسال تكمل اساسا في الارتباط ولا تسيبه يعني هي ممكن ما ايه درجه الصعوبه يبقى كده لانها تسيبه, درجة درجة تسيبه الدرجة الدرجة لدرجه يعني لدرجه انها تسيبه يعني مشكله كبيره لدرجه انها تسيبه ما ده بس ايه درجه الصعوبه يعني 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 صعبه التعامل وحتى لو كانت صعبه بس بتختلهم معفشهم بتتدخل في اسرار يعني ايه, إيه, 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 إيه مش عاجبها لبسها مش عاجبها طريقه كلامها عايزاهم يخلفوا بسرعه يعني ايه ايه مقدار شعر. الصعوبه؟ بتتلكك لها على الغلط انا لازم اعرف عشان اجاوب سؤالك انا انا قلت حاجات عامه اللي هو الافرج طبيعي ان الام من حقها على ابنها انها تتكلم معاه وتشوفه وتعرف اخباره وتطمن عليه هي بتحس مع الوقت انه الولد ده اختفى من البيت جات واحده اخدته منها المشاعر لازم اقدرها في الأم ومن ناحيه ثانيه البنت لازم تتعلم ازاي تتعامل مع نوعيات مختلفه من البشر مش كل الناس زي مامتها الجزء يعني. الثاني المهم المهم بالنسبه لها هو شيك حياتها بيفكر ازاي علاقته بمامته ايه مرتبط قوي بمامته ولا إيه لو لو ليه شخصية على مامته أه؟ ويطلق الز... عليه ابن ام وانا مصر على اللفظ ده انا بقول لها من دلوقتي سيب الجوازه دي بس لو الامر كده انا ما اعتقدش الموضوع كده طيب آه عايزين بقى نرجع لموضوعنا ايه الدور اللي على الشاب والفتاه في اختيار شريك الحياه ودور ربنا ايه في اختيار في الاختيار طيب دي. احنا عايزين حلقه جديده لا, <تصفيق> <تصفيق> لا هو باقي قدامنا يعني ست دقائق طيب آه انا هتكلم ثلاث دقائق بالظبط الموضوع ده وبعدين عايز اختم معلش اه ما انا سايبه لك حته اه انا عايز اختم بيها. بس حته صغيره اوكي من اسهل الحاجات اللي بنقولها انا عايز اتجوز اللي ربنا عايزهولي خلي بالك من التعبير ده او حسب اراده ربنا او حسب اراده ربنا صح اللي إيه انا بقول لو احنا ما اتجوزناش بما توافق مع مشيئه الله ما تتجوزوش شوف الجمله اللي ببدا بيها بقولها اذا الجواز اللي هتتجوزوه مش حسب مشيئه الله ما تتجوزوش بس ايه مشيئه الله فيك. الله برافو عليك يعني ايه بقى حسب مشيئه الله هو ده الاهم مش مشيئة الله معناه إن الله اختار لي لكن مشيئة الله بمعنى قوانين الله حكمة الله مبادئ الله ده بالظبط اللي قاله بولس الرسول في روميا 12 واحد رسالة رومية اصحاح 12 وعدد واحد واثنين أطلب إليك أيها الإخوة إخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية مقدسة عباداتكم العقلية ولا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لغايه هنا مفيش اي حاجه روحيه. <applause> لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. اي ان انا بحط نفسي بالكامل كانسان طبيعي لي علاقه مع الله في مبادئ الله. في قيم الله مش قيم العالم، مش مبادئ العالم. بسلم جسدي يعني بعيش صح، بعيش طاهر، بعيش نقي. طب انا هعيش طاهر ونقي وبعيش بقيمي عشان وانا بقى لما اجي اتجوز اقول اه كريستين ولا دينا؟ لا انا بتكلم عليك انت يا انسان يا مؤمن يا مؤمن <applause> يعني ايه مؤمن؟ يعني دي حياتك انك انت في كل خطوه وانت في دراستك وانت بتلعب وانت بتاكل انت بتقدم جسدك ذبيحه حيه لله ايديك وعينيك ورجليك وراسك انت بتستخدمهم ازاي؟ دي ملهاش علاقه بالجواز ليه علاقه بيك مبادئك وقيمك لا تشكله هذا الظهر يعني لا تشكله ما تكونوش على شاكلة قرارات واهتمامات أهل العالم لا تشكلوا هذا الظهر يعني أنت قراراتك واختياراتك الناس كلها بتختار في السكة دي لكن أنا هختار السكة دي سكة الله ملاش علاقة بالجواز حتى في شغلك حتى في سكنك حتى في أكلك في لبسك أنت ليك قيم الناس كلها بتشتري الموضة لكن أنا مش هشتري الموضة أنا هشتري احتياجي ده قوانين الله انا عايز عايز اقول انك تعيش مسيحي تعيش الهي تعيش مؤمن في كل حاجه في حياتك الحاجه الثالثه بتجديد اذهانكم بتجديد الذهن الروحي اللي جوايا اللي بياخد القرارات يجدد عن طريق كلمه ربنا ان بعرف هذه القيم والمبادئ من كلمه ربنا فيبقى انا تخيل معايا واحد بيقدم جسد وذبيحه حيه واحد رافض مبادئ العالم واحد بيمتلك مبادئ الهيه من الكتاب المقدس. من المؤكد اي قرار هياخده في مشيئه ربنا لتختبره ما هي اراده الله الصالحه المرضيه كاملة يعني بمعنى اصح مش صلى وصام لامر كان ولما انقضى الامر لا صلى ولا صام. احنا بنعمل كده. يا رب انا داخل على قرار صعب دي ولا دي؟ زي ما قلت يا كريستين يعني تقول انا اكيد ربنا مش عايز لي كده وانا اشكرك على الجمله دي. دي يا رب ولا دي ده ولا ده فانا اكرس نفسي اكتر بصوم اكتر بصلاه اكتر طب وبقيت حياتك قبل كده ما كنتش تعمل كده ليه جاي دلوقتي عشان اتزنقت ده عامل زي اللي سايب طول السنه بيلعب ويجي يوم الامتحان يقعد يذاكر طب انت ليه ليه ما ذاكرتش قبل كده ليه ما كنتش مقدس في ايد ربنا قبل كده العلاقه مع الله هي حياه كامله فالله بيمتلكني هو دي مشيئه ربنا ان حقق قيمه احقق مبادئه لكن انا بتجوز بتجوز اللي توافقني بتجوز اللي تكملني بتجوز اللي بيحصل معاها الكيمياء بتجوز اللي اهلي موافقين عليها بتجوز المستوى الثقافي والاجتماعي متناسب بتجوز السن متناسب بتجوز المقاييس اللي اتكلمنا عليها دي كلها يعني ده 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 اللي بتجوزه طب بس افرض طلع دي انا دي اللي انا عايزها ما انت هتتجوز واحده مش عايزها هتتجوز واحدة غصب عنك هتتجوز واحدة غصب عنك القرار الزواج آخر جملة في الحتة دي قرار الزواج إلهي مية في المية من عند ربنا وإنساني مية في المية فدور الله أن الله يصنعني ودوري أن أختار جملة مفيدة جدا طيب أنا شايفة أن أنت عايز تقول للشباب ده حاجة لا أنا يعني أنا عايز اقول حاجة مركبة، الحاجة الأولى احنا قلنا كذا حاجة كده بسرعة على المستوى المادي والمستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والطايفة والحاجات دي، احنا بس اتكلمنا عن موضوع السن بس يعني الـ الـ ركزنا عليها شوية. في الحاجات دي كلها اتجوز واحد أغنى مني ولا أفقر مني، اتجوز واحد فيه. عنده قصور وأنا ساكنة في بيت عادي، اتجوز واحد مش عارف أو الطايفة آه. اختلاف الطايفة ده ده مشكلة كل حاجة تنفع. هرجع أقول نفس الجملة تاني ولكن ابقى عارف النقطة المش طبيعية مشاكلها ايه ومتكلمين فيها ومتفقين عليها. ده مبدأ عايز اقوله، ده أول حاجة عايز اقولها. يعني لو أنا خدت واحد أنا من الكنيسة الإنجيلية. وفي شغلي في في الجامعة في بقية عيلتنا أخدت واحد من الكنيسة الأرثوذكسية. وحبينا بعض. فيش مشكلة، مش مصيبة. لا هو يتجوز انجلية مصيبه ولا هي تتجوز ارثوذكس مصيبه مفيش مشكله ولكن لازم تبقى حاسبينها لان كل حاجه ليها تبعيات نقعد نتكلم فيها طب الاولاد هيتعمدوا ايه <applause> لما آه بعد الجواز هنروح انهي كنيسه طيب هندفع عاشورنا فين الحاجات بقى التفاصيل محدش بيفكر فيها انا بقول لان نحسبها من دلوقتي اذا اتفقنا خير وكان يبقى عارفين انا بعد الجواز هعمل عيالي بالطريقه الفلانيه هنروح الكنيسه يوم فلاني هنعمل كذا هنعترف هنا هنصلي هنا خلاص يبقى احنا متفقين متكلمين في الموضوع لكن مش نفاجئ بعد الجواز وكذلك في المستوى المادي المستوى الثقافي مش مهم مين اغنى المهم هو عارف المشكله فين ومتكلمين فيها ده مبدا عام المبدا الخاتمه اللي انا عايز اقول فيها الشخص اللي ما بيشتغلش على جوازه شخص بيحكم على حياته بالفشل اوعوا تفتكروا ان الاعداد الزواج الناجح يبدا الشغل فيه بعد الزواج انتم الان في المرحله اللي فيها تشتغلوا فيها على جوازكم بتعدوا نفسكم بتكتشفوا امكانياتكم بتكتشفوا قدراتكم تكتشفوا بتحبوا ايه بتحبوش ايه تبقوا عارفين ازاي تبنوا علاقات مستعدين لزواج مستعدين انكم انتم تتمموا خلي بالكم من الجمله اللي هقولها تتمموا اتحاد المسيح بالكنيسة لأن الزواج المسيحي هو اتحاد المسيح بالكنيسة الرجل والمرأة يكونان جسدا واحد فأنتم من دلوقتي تقدروا تشتغلوا عليه أنا بشجع الشباب أنه يقبل على الزواج بهذا المفهوم مش أنه حاس أنه مسؤولية وهم يعني وقتها لا حاجة رائعة أن أنا أستخدم أحقق في بيتي اتحاد المسيح بالكنيسة أنا بشكركم إحنا عدينا الوقت بتاعنا على فكرة <applause> بشكرك يا كريستين ودينا بشكرك جدا بشكرك يا فادي وهيكون لنا لقاءات كتيرة أسيس ماهر أنا بشكرك جدا للنصايح الجميلة والسمينة اللي أفادتهم وأفادتني أنا كمان أشكرك هتتجوز من جديد <applause> <بشكرك. تصفيق> شكرا لكم شكرا لكم ربنا يبارككم أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا بشكركم أن أنتم كنتوا معنا وبتتابعونا وبنتمنى أن يكون اختيار اختياركم لشريك حياه حياتكم اختيار سليم مبني على كلمه ربنا ويكون في حكمه من عند ربنا ليكم بشكركم من اجل متابعتكم ووجودكم معانا والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجنا من الحياه